تعادل منطقي بدون اهداف بين الاهلي وشباب بولزداد، والاهلي بهذا التعادل يحافظ على صدارته للمجموعه. كابتن ماهر، زي ما قلنا في بدايه الاستوديو، لو ما حققتش المكسب ما تخسرش. بالظبط، وانا شايف النتيجه عادله يا ايمن. التعادل 0-0 بين الفرقتين نتيجه عادله، وده بس هيرجعنا لل 50 يوم اللي احنا التوقف اللي حصل طبعا، وبعد الفريق عن المباريات الرسميه. ده نتيجه الاداء اللي احنا شايفينه متوسط فنيا في ال 50 يوم، اثروا بشكل كبير جدا جدا على اداء النادي الاهلي. فعشان كده بنقول للعيبه النادي الاهلي النهارده مبروك التعادل. كنا نتمنى طبعا الفوز بثلاث نقاط، لكن زي ما قلنا لو ما خدناش الفوز هناخد النتيجه اللي هي اللي خرجنا بيها الاقل منها، التعادل. لكن على مستوى الاداء على الفرقتين النهارده مستوى اقل من المتوسط، يعني استحواذ خلال نص الملعب للفرقتين، يمكن احنا تساوينا معاهم في الفرص من خلال الهجمات اللي كانت على شوبير، او الهجمات اللي كانت بالنسبه لنا في الكونتر اتاك اللي اتعمل. كلنا كمان اتكلمنا على ان اللياقه البدنيه مش هتسعف في النادي الاهلي، لكن على قد ما نقدر او على قد ما قدر اللعيبه النهارده ان هي تستمر في خلال التوازن دوت في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه. احنا كلنا اجمعنا ان الشوط الثاني لازم يبقى فيه تغيير هجومي، بعض العناصر الموجوده المؤثره خارج الملعب زي كريم فؤاد ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السليه ومجدي قفشه. بس الوقت كان ضيق يعني. نعم، الوقت يعني ما اسعفش الخماسي. بالظبط، لكن يعني تقدر تقول لعيبه لما نزلوا تقدر تحس ان في توازن. خبره اللعيبه اللي نزلت في الشوط الثاني خبره كبيره جدا، لكن زي ما قلت لك ان الجانب الفني والجانب البدني واحنا بعيد 50 يوم اثرت بشكل كبير، لكن تحس ان بقى في تقل في التغييرات اللي حصلت، في تقل في الملعب حصل للاعيبه النادي الاهلي من خلال الفتره اللي اتغيروا فيها. لكن انا شايف النهارده شوبير بيعتبر رجل المباراه. لو هنختار رجل للمباراه انا شايف ان مصطفى شوبير يعتبر رجل المباراه، لان شوبير النهارده جاته كام فرصه يعني قدر يتعامل معاها بشكل كبير جدا. في الفرصه الاخيره اللي كانت في المقص اللي هو قدر يطلعها كورنر، كانت من الحاجات الخطره اللي كانت ممكن تاثر بهدف، لكن هو تعامل معها بشكل جيد. نتمنى طبعا ان احنا نستفاد بقى من الدروس ديت، ونبدا بقى نخش في المود بقى بتاعنا. المباراه اللي جايه الامور هتختلف اكتر طبعا، هيبقى العامل البدني هيبقى يعني موجود بنسبه اكبر، الجانب الفني برضك هيكون بنسبه اكبر، عوده بقى كمان اللعيبه المحترفين الاجانب مع اللعيبه الغيابات ال 11 لعيبه ايمن، 11 لعيب غايب النهارده على النادي الاهلي بين اصابه وبين طبعا اجهاد. نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله يبقى في ثبات للتشكيل، وده المهم. اللي احنا اخر مباراه لينا في كاس العالم في السعوديه كان ثبات التشكيل هو اللي ادانا المركز الثالث، السوبر كمان ثبات التشكيل هو اللي ادانا السوبر. هيرجع تاني مستر كولر لثبات التشكيل اللي هيفرق معانا بشكل كبير جدا في المباراتين المتبقيتين ان شاء الله. خلصت كل حاجه يا كابتن؟ الحمد لله رب العالمين. ننقل بقى اللي بعده، نلعب الماتش الجاي. التعادل عادل يا كابتن محمد، ونقطه تقربك من التأهل. هو تعادل طبعا منطقي في ظل ظروف النادي الاهلي وفي ظل ظروف الاداء النهارده بتاع النادي الاهلي، يعتبر مكسب بالنسبه للنادي الاهلي. واجواء المباراه نفسها الشوط الثاني اتغيرت طبعا، اتكلم على اجواء كجو طبعا، مطر مطر غريب جدا طبعا، اللعيبه المصريين لا يجيدوا طبعا اللعب على او في الامطار يعني تحت المطر. زي ما بقول لك يعني منطقي الاسباب اللي احنا قلناها قبل المباراه. لعيبه جايه من المنتخب تعبانه نفسيا وبدنيا، لعيبه لسه بعيده عن المباريات هنا، اللعيبه طبعا المحليين اللي كانوا هنا طبعا في منهم كان يعني اصابات ورجع من خلال طبعا الفتره تعداد اللي في الامارات. يعني انا شايف ان الظروف دي كلها بدايه اول ماتش رسمي بعد 50 يوم، في ظل الظروف دي كلها وتبدا بمباراه رسميه مع فرقه يعني جيده بره مصر، لا يعتبر يعني نتيجه كويسه بالنسبه
للنادي الاهلي وخساره بالنسبه طبعا للشباب بلوزداد بيلعبوا على ارضهم وفي فرق النقاط بينه وبين النادي الاهلي. طبعا الكلام ده لازم يتعالج، طبعا الاخطاء اللي شفناها النهارده لازم تتعالج. اللعيبه الخبرات لما نزلت شويه في ارض الملعب يمكن ظبطت الدنيا شويه، انما بصراحه يعني في بعض اللعيبه لازم تعيد حساباتها شويه، يمكن مش جاهزه. بعض اللعيبه لسه مش جاهزه 100%، لسه فورمه المباريات ما جاتش، انما في لعيبه لازم تحاول بقى تدوس على نفسها شويه، لان طبعا بعض المستويات، لان انت ممكن حتى وانت تعبان او لياقتك البدنيه مش موجوده، التحركات بنتكلم على التحركات، انما في لعيبه حتى التحركات نفسها ما كانتش كويسه. بعض اللعيبه زي ما بقول لك لازم تتمرن كويس خلال الفتره اللي جايه دي، لان المباريات جايه متلاحقه، مباريات انت جاي ومسافر تاني لغانا، برضو مباراه صعبه مهمه جدا بالنسبه لك، ان انت برضو مباراه غانا حاجه من الاثنين، برضو تكسب ان شاء الله يبقى كده عديت، على الاقل تتعادل يبقى طريقك كويس، لان اخر مباراه عندك يانج افريكانز على ارضك. مظبوط. فلازم يعني برضو المباراه كويس انها في ظل الظروف اللي فاتت دي كلها اللي احنا حكيناها طلعت بالنتيجه دي، انما على مستوى الاداء لا ناقص كتير للنادي الاهلي. كابتن عادل، تظل الامور كما هي في تصدر النادي الاهلي، ولكن كمان شباب بلوزداد تقدم خطوه فاصبح الان في المركز الثاني. المركز الثاني طبعا، لكن النهارده انت تبقى سعيد بالبنت لاول مره اقولها لك، يعني خلينا نبقى منطقيين، انت بتتكلم على ترتيب الاحداث كلها اللي كانت ضد النادي الاهلي، اللي هو يمكن شباب بلوزداد نفس الموقف، لكن لا لعب مباريات كتير وجاهزيه اكتر وما عندوش عدد من اللعيبه الدوليين كتير قوي، لكن النادي الاهلي بعد 50 يوم يرجع بالشكل ده، ممكن تكون في اخطاء تكتيكيه جوه الملعب، ولكن في الاخر انت عملت اللي انت عايزه، انك انت خدت البونت اللي انت عايزه، لانك انت رايح مدياما مباراه صعبه بره برضو، يمكن انت محتاج فيها انك انت تعمل نتيجه ايجابيه، لا مكسب لا تعادل، برضو تقدر تكسب يانج افريكان زينا، ممكن توصل ل انك انت تبقى اول مجموعه، واول مجموعه دي ضروري جدا علشان المجموعات كلها. كابتن ايمن لاول مره في فرق رجعت تاني بشكل جيد جدا، يعني فرقه زي اسك رجع بشكل قوي جدا، اسك موموزا عندها 10 بونت في المجموعه بتاعتها، رجع بشكل كويس، بيتلو اتلتيكو رجع بشكل كويس، غير طبعا سان داونز ومازيمبي. سان داونز كالعاده ومازيمبي كمان، مازيمبي يمكن مازيمبي هو الاول على سان داونز، 7 نقاط وسبع نقاط، وعندك في اخر حاجه اللي هو الثاني بتاع بيتلو اتلتيكو هيبقى الترجي عنده 5 بونت، عندك النجم عنده 4 بونت، عندك الهلال عنده 4 بونت، يعني مجموعه متشابكه برضه. لكن انت تقدر تقول النادي الاهلي دائما في دوري المجموعات، واحنا اتكلمنا فيها وقتلناها بحث، النادي الاهلي في الفتره دي من السنه بيبقى مضغوط جدا، لانه عنده لعيبه دوليه، ودي سمه الفرقه الكبيره، اللعيبه الدوليه انت بتيجي بقالك 3 سنين، حتى اللي خدت فيهم البطولات في المجموعات اللي انت خدت فيها، بتطلع في المجموعه شق الانفس، يعني ليه في اخر مباراه؟ ليه يا كابتن؟ علشان عندك كاس عالم للانديه انت بتلعب مباريات اكتر، عندك لعيبه منتخب بتروح، السنه دي كمان كان في مشكله كبيره قوي انك انت كان في امم افريقيه، فانت لازم يعني تلعب تجاري، يعني اللي هو ايه اللي هو في الدوري المجموعات. انا لما خدت البطوله السنتين اللي فاتوا، حد سال على دوري المجموعات احنا صعدنا ازاي وصعدنا اول ولا تاني؟ مفيش الكلام ده. فانت بتعمل في الوقت اللي انت فيه مباراه النهارده، انا من وجهه نظري مكسب انك انت تطلع تعادل، للاسف انا بقول كده، لا مش عايزين نقول مكسب، بس النتيجه مش وحشه. لا بص يا كابتن، لان النادي الاهلي ما تعودش ان التعادل بالنسبه له يبقى مكسب، احنا الا لو هيأهلك. لا احنا بص يا كابتن، احنا بنتكلم يعني معطيات كوره، على الظروف اللي موجوده، لا مكسب انك انت تطلع، حتى الاجواء النهارده والجو والمطر والجمهور قوي جدا، برضو ده مكسب كبير. تعادل مش وحش. صحيح. الحاجه الثانيه المهمه انك انت بتروح لهدفك، انت رايح انت بتشتغل مع فرقه مش قليله، انت يعني بلغه الكره همتها، هي كان عندها امل النهارده ان تكسبك علشان تركب المجموعه بلغه الكره، علشان بعدين عندها مباريات صعبه، انت كمان عندك اهم مباراه انا في وجهه نظري دي ملغاه. صح طبعا. انت ممكن تنهي المجموعه، يعني بالزبط. ان شاء الله لو رجعت بمكسب تتأهل منها، تتأهل منها من غير المباراه الاخيره،
فعشان كده انا بقول لك التمهيد لانك وصولك لتصدر المجموعه دي حاجه جيده. الحاجه الكويسه اللي انا شفتها النهارده رغم الاداء ما كانش في احسن حالاته، لكن الناحيه الدفاعيه انت بتتكلم على زي ما الكابتن ماهر قال كلمه مهمه النهارده، كمان ما حسيتش ان انت ناقصك الشناوي، عندك مصطفى شوبير جون كويس، يعني انا قاعد مرتاح يعني. ودي وده مكسب كبير النهارده على فكره يعني. صحيح. انت مكسبك الكبير انك انت تكون خلاص يعني. حتى دي انا ما بحبش اتكلم فيها ومش عايز حد يتكلم فيها، انه احنا خلاص عندنا جون كبير بيلعب، ما ولا في اختبارات ولا في اي حاجه ولا 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 بتخاف ان هو يلعب. ده لعب فاينل افريقيا، لعب نهائي افريقيا، لعب نهائي افريقيا. صحيح. لعب فاينل افريقيا، حتى اختبار اصعب من ده. صحيح. ولعب فاينل افريقيا خلاص. هاي. بقى متمرس، بقى جون كبير عندك للنادي الاهلي وعندك لمصر ان شاء الله قدام يلعب في منتخب مصر. لكن في الاخر انت مكسبك كويس، انك انت اديت الناحيه الدفاعيه كويس قوي، انت كنت عامل ناحيه دفاعيه رغم ان كان في خطوره وكل حاجه، لكن في ظل الاجواء اللي انا بقول لك عليها دي انت عندك كان تنظيم جيد. صحيح. لكن ما كانش عندك تنظيم الحته الهجوميه، ما قدرتش تنهي الهجمه بصوره كويسه، ما قدرتش وانت خارج وانت بتدافع ازاي تهاجم، انت كنت بتعمل ازاي وانت بتهاجم تدافع. صحيح. لكن ما عملتش العكس. في ظل الاجواء دي يا كابتن بلال التعادل مش وحش، احنا عمرنا زي ما كابتن عادل ما بنقول التعادل مكسب بالنسبه لنا، بس في ظل الظروف اللي قبل المباراه وفي ظل الظروف اثناء المباراه النقطه يعني خلت الوضع زي ما هو عليه، وعلى الاقل انت متصدر وان شاء الله المباراه الجايه باذن الله تكسب، خلاص هتنتهي الامور بنسبه مثلا 90% ان شاء الله كده. النتيجه جيده. الاداء سيء. النتيجه جيده في ظل الظروف. النتيجه جيده. حلو جدا. تمام. الاداء سيء. ده تعليقي على ماتش النهارده يعني. الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك. تمام. لكن النتيجه طلعت بنتيجه جيده وايجابيه، ودي حاجه برضو جيده جدا، انك لما تبقى في وضعيه فنيه غير جيده، وضعيه بدنيه غير جيده، وانك تخرج بنقطه التعادل في ظل بقى المطر والفرقه جاهزه وانت مش جاهز بدنيا والى ذلك، يبقى النتيجه بالنسبه لك جيده جدا جدا. تمام. كويس. لان وضعتك النتيجه كاول مجموعه حافظت على تصدر، رايح مديانه مش مضغوط قوي، ما عندكش الضغوطات الكبيره جدا. تمام. لان انت لو انت رايح خد بالك النتيجه لو انت مغلوب هتبقى انت 5 وهو 7. مظبوط. تمام. مظبوط. هتبقى في عندك مشكله، فلازم تروح هناك يعني مفيش قدامك غير المكسب. لازم تكسب، مفيش قدامك غير المكسب. لا محال. بالظبط. فانت النهارده النتيجه بالنسبه لك نتيجه ايجابيه 100% من وجهه نظري الشخصيه. صحيح. اديتك فرص كتير، اديتك فرصه انك تتعادل هناك، فيبقى عندك 7 نقط، تروح القاهره تكسب يبقى عندك 10 نقط. اول مجموعه خلاص انت حققت اللي انت عايزه من في الحته بتاعه الجروب ستيج. تمام. يبقى انت عايز تطلع اول، عشان مش عايز بقى في النص كده ايه تتلعبك مع اي فرقه من الفرق الكبيره برضو يعني. صحيح. يهمك ان انت تبقى ماشي واحده واحده، لان انت برضو ايه غير معد قوي جامد جدا بدنيا وفنيا، انت برضو بعيد بقالك فتره كبيره، 50 يوم كتيره برضو على اللعيبه ان هي ما لعبتش، اثرت على الاداء حتى بعض اللعيبه بتاعه المنتخبات يعني برضو يعني. في ناس كتيره ما لعبتش. تمام. فبالتالي اثر الغياب فني وبدني على فرقه النادي الاهلي. فبقول لك النهارده كابتن ايمن النتيجه ايجابيه، ان كان ممكن تطلع ايجابيه اكتر من كده لو في تدخلات سريعه من مستر كولر، لو في تدخلات سريعه ما بين الشوطين مثلا، كانت التغيير بتتم اللي انت عملتها في الدقيقه 65، لو عملتها في بدايه الشوط الثاني كان ممكن النتيجه تتقلب والشكل يبقى افضل من كده. خد بالك هم سيطروا الشوط الثاني بشكل كبير، اضاعوا فرص كتيره الشوط الثاني، مصطفى تالق الشوط الثاني. تمام. تالق وتالق، وكان تالقه واضح بالنسبه لي انا شخصيا، لان انت خد بالك انت الشوط الثاني كنت مضغوط بشكل كبير. أي. انت كل 3 4 دقايق عرضيه شوط، وهم مسكوا نص الملعب خلاص، هم سيطروا الشوط الثاني سيطره كامله. أي. واحنا خد بالك احنا ما بين الشوطين توقعنا ان ممكن يبقى فيه هبوط بدني لفرقه النادي الاهلي، نتيجه ان انت بتلعب انت لعبتهم نفس الجيم اللي هم عايزينه، كره سريعه قوي، طق طق طق، فاهم قصدي يعني، بتروح وترجع تروح وترجع. كره سريعه جدا، فبالتالي وانت اصلا مش اجهز، هم جاهزين، هم بقى لهم 5 ماتشات بيلعبوا في الدوري عام زمان الكباتن، هم اجهز منك بدنيا، فبالتالي انت ما قدرتش تواصل الشوط الثاني بنفس الاداء بتاع الشوط الاول، فحصل عندك مشكله بدنيه، فبالتالي هم ابتدوا يسيطروا على الكره بشكل احسن، ينتشروا في نص ملعب بشكل افضل، يلعبوا من على طرفين الملعب بشكل افضل. فكان هنا وجود مصطفى وعبد المنعم وياسر
كان ليهم دور مهم جدا بالنتيجه تخرج النهارده بالشكل السلبي ده او بالشكل الايجابي بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. تمام. فاديت فرديا بشكل كويس، بعض الافراد في فرقه النادي الاهلي ادت بشكل كويس، ده اللي سمح ان المباراه تخرج بالشكل ده. جالك فرص الشوط الثاني برضه، صحيح، فرصتين كان ممكن تسجل منهم اهداف. وهنا قيمه الفرص الذهبيه اللي بتيجي في ماتشات يا كابتن ايمن، يعني ممكن تبقى مضغوط طول الماتش بس تجيلك فرصه وتبقى دي فرصه النقله بالنسبه لك. احنا خد بالك، احنا البطوله اللي فاتت ركله جزاء ضاعت الناحيه دي، تمام، كسبت بيها بطوله افريقيا، ضاعت. مظبوط. استغلال رهيب للفرصه، ده استغلال رهيب لمين؟ مش الفرصه بتاعتك انت، مش انت اللي حققتها، ده استغلال رهيب لفرصه حقق الخصم. فانت عملت ايه؟ استغلتها بشكل رائع جدا جدا جدا، خدت بيها فاينل، صح، كسبت بيها فاينل افريقيا، صح كده؟ طب النهارده لو لا قدر الله انت مغلوب وجات لك فرصه زي بتاعت كريم في الشوط الثاني، الطبيعي ان هي تبقى جول، الطبيعي ان هي تبقى جول. ما ينفعش يجي لي الثلاث فرص النهارده في مباراه صعبه عليا فنيا وبدنيا، تمام، والثلاث فرص يضيعوا بالشكل ده، صعب جدا جدا. انت ممكن تقول الاهلي وحش، ممكن تقول، لكن انت وانت بتأدي الاداء الوحش انت جالك ثلاث فرص حقيقي محققين، ايوه، كان ممكن تسجل منهم اهداف، ثلاث حقيقيين، واحد السرش حط كورتين تقريبا وكريم فؤاد في الاخر ادي كوره، فانت ثلاث فرص تقدر تخرج بالثلاث نقط، تمام، والسلام عليكم، مش هلعب مدياما، وهلعب بيانج افريكان في القاهره، وانتهت القصه على كده. فاهم قصدي؟ فانت ده درس يا جماعه، لازم استغلال الفرص. احنا بالنادي بقى لنا 3-4 سنين بنقول يجب استغلال الفرص. الفرق الكبيره لما بتبقى حتى بدنيا مرهقه، فنيا مش موجوده في الملعب، وتتاح ليها فرص، لازم تسجل عشان تستفيد من وضعك حتى كمان يعني. انما النهارده ما ينفعش يبقى انا بدنيا مرهق، تمام، فنيا مش متواجد في الملعب بشكل كويس، ويجي لي واصنع ثلاث فرص محققين والثلاث فرص يضيعوا، ده صعب جدا جدا. مفيش فرقه كبيره يعني مش هنستحمل يعني، او الناس مش هتستحمل، ماشي، او خد بالك الماتشات نفسها مش هتستحمل، لان في في في, في النوك اوت كل فرصه هتفرق معاك، كل فرصه هتفرق معاك، تمام. الفرقه مستعده، كابتن اتكلموا على الفرقه مستعده كلها. في فرقه النهارده على الساحه افضل من الوداد وافضل من الترجي، في فرق كتير افضل منها، والكره في افريقيا تطورت بشكل كبير، القوه والسرعه بقوا يمتازوا بيها الافارقه بشكل كبير، وواضح ان هم حطوا عينيهم في الحته دي. يعني كان من فتره قريبه ما كانوش الفرق بيستعدوا بشكل الافريقيه، مش بتكلم على الفرق العربيه، الافريقيه النهارده بيستعدوا. النهارده بص على الترانسفير بتاع سان داونز، لعيبه وبارقام، كان زمان ما فيش الكلام ده، بيعتمد على اللعيبه اللي موجوده عنده، الدنيا تمام وزي الفل، واكسب ما اخسر. كمان القيم الماديه بتاعه البطوله خلت الفرقه كلها عينيها على الحته دي، تمام. فكل بقى فيه منافسه النهارده شرسه. فالنهارده في النوك اوت، ماتشات النوك اوت، كل فرصه محققه بالنسبه لك لابد لازم تستغلها بشكل كويس جدا. الاهلي عنده عناصر جيده في الخط الهجومي، عنده عناصر تقدر تصنع الفارق، تمام، لكن طالما انت عندك عناصر تصنع الفارق، يبقى لازم تصنع الفارق. ايه اللي ينقصه؟ بص، اولا ينقص فرقه ينقص لعيبه النادي الاهلي التركيز طول 90 دقيقه في الهجمات اللي ليك والهجمات اللي عليك، لان احنا بشعر احيانا ان انت يعني حاسس ان اللعيبه في الملعب ان الفرص هتيجي، لا، الفرص ما بتجيش بسهوله، الفرص بتيجي بصعوبه جدا جدا جدا. يعني الكره بتاعت حسين الشحات يعني وان تاتش يحطها برجله اليمين في الزاويه البعيده على الارض جنب الجول، في اي حته اي زاويه جول، ينقص التركيز، وان الفرصه ممكن ما تجيش مره ثانيه، لان في انديه بتضيع منها بطولات بسبب فرصه كانت محققه ان هي تيجي وما جاتش. في نهائي الشامبيونز ليج اللي كسبته مانشستر سيتي، الكره بتاعت الكره اللي اتلعبت بدماغه في العارضه، وكان ممكن مش فاكر مين اللي حطها في العارضه، كان ممكن تيجي جول وينتهي اللقاء وخلاص، ومانشستر يخسر الفاينل وشكرا. لكن هجمه واحده ضاعت ببطوله كامله لفرقه ثانيه. الكوره دي يا بلال عايزه تركيز ولا عايزه تدريب؟ تركيز. ما هو كابتن انت بتتدرب طول، انت معتقد ان مثلا حسين الشحات، معتقد ان لعيب زي حسين شحات في ماتش زي ده ومهم وكره زي دي ممكن تخلص مباراه ومفيش تركيز، امال هيركز امتى؟ لا هو فكر انه يلعبها بطريقه ثانيه، انه يوقف وبعدين يحطها. بس هو زي ما بيقول بلال كان في افضل وهي جايه يحطها مره واحده. على فكره ممكن تكون حاططها بصوره جيده، خبطت في رجل الباك وكانت كورنر اصلا، الحكم حسبها ضربه مرمى، لكن هي خبطه في رجل المدافع. يعني المدافع غيرها. صح. بس اللي انا عايز اقوله ممكن تكون الكره ما فيهاش احتماليه انك توقفها. ليه؟ لان الكره جايه عاليه من بعيد،
واللعيبه كلها في ال 18 وانت بتجري، فاكيد وضع طبيعي وانت بتوقف اكيد هتلاقي واحد جنبك طبعا. اكيد يعني الكره مش هتستنى، تمتص الكوره وتنزل على الارض وبعدين تحطها جول، مش في التدريب ما حدش هيلحقها. حاجه اللي هم بردك عدم جاهزيتهم الفنيه خد بالك اثرت بشكل كبير طبعا النهارده في الفرص اللي جت لنا، حتى الهاف كروس اللي اتعمل لكريم يعني احنا لو في جاهزيه يعني بنلعب دوري بقالنا مثلا 4 5 6 7 ماتشات جايين مثلا من بطوله جايين من منتخب روح معنويه عاليه يعني حتى الكلام ده بيأثر. فالنهارده جاهزيه لعيبه النادي الاهلي كنا الاول بنشتكي من ضياع الفرص، يعني احنا قعدنا كده السنه اللي فاتت كنا بنتكلم لو انتم فاكرين ازاي الفرص دي بتضيع ازاي الفرص دي بتضيع. فالنهارده بعد كاس العالم للانديه قدرنا نتفوق على الجزئيه دي مع السوبر كمان اكدنا. فانا عايز اقول لك وانت راجل هداف انت راجل راس حربه انت وايمن وتحسوا بالجزئيه دي لما تقعد انت 50 يوم بعيد عن المباريات الرسميه لما تجي لك واحده زي دي وانت فت بتقدر تخلصها غير لما تجي لك غير ما تجي لك وانت لسه يعني مش جاهز. احنا بطل مش جاهزين بس دي فرص سهله قوي بس انا عايز اقول لك حاجه دي فرص خد بالك دي فرص الوان تاتش ايوه مش انا مش رايح ومرقص وعامل مجهود وبتاع فبدنيا مش ده فرص الوان تاتش يعني كره الكورتين بتوع حسين والكوره بتاعه كريم دي فرص الوان تاتش انت في السكس يارد بص بتاعه كريم اللي هي فيها وجهه نظر يعني الكوره مع الجو الممطر مع ان الكوره جت لكريم زحلقت من على الاورتوم بالظبط وغير كده كمان يعني هو لسه كمان هو وقفته غلط فعلا سيدي يا بلال خد بالك هو وقفته غلط كريم لسه كريم ما خدش ثقه المباراه لا غلط عامل كده لو كان عادل وقفته كان لسه كريم ما خدش ثقه المباراه يعني لسه كريم نازل يعني كوره بيحس بيها كوره ثانيه بيلعبها صح الكوره الثالثه بيساعد بيسند انا عايز اقول حاجه يا كابتن مير معلش الكوره دي لو انت خسران 1-0 هتقول برضو نفس الكلام اللي قلناه انا بكاس انا اللي هم الموقفين واحد يعني انا النهارده لو انا لا قدر الله مثلا واحده جت جول والكره دي جت لي فرصه بالنسبه لي دي فرصه الماتش صح. دي فرصه الماتش هو انا عشان طلعت بالتعادل فانا ايه بدي اكسكيوز للعيبه لكن انا لعيب كبير لعيب منتخب واخد بالك لعيب بيلعب في النادي الاهلي لعيب الجاهزيه مش معقول هضيع 4 فرص عشان اجيب جول تمام ويبقى انا بقى مستني اجهز لا انا لوم فيها اللعيب لازم الومه فيها طبعا لكن لو انا اديته اكسكيوز في دي هديله واحده اديله اقول له سالشت من تحت رجله اصل استلمها وطولت منه لا انت في بعض المواقف وفي بعض الاوقات انت محتاج تبقى تركيز 100% لان خد بالك لان التركيز ده نصه كريم انا اسف كابتن مهاجم لا انا اسف كابتن معلش التركيز يعني نصه اطراف الملعب صح بص كابتن عادل حاجه مهمه جدا قال وشه كده يعني التركيز نصه التحضير طبعا لازم انا اصلا واقف في الحته دي مستنيها تعدي مش واقف انا يعني كده وخلاص لا ده انا مستني يعني انا بعمل حسابي ان الكره هتعدي فلو عدت ببقى عندي 4 احتمالات لو جت قصيره هلعبها في الحته دي برجلي لو جت عاليه هنط لو جت هاخد على شد احساس في المكان زي بلال زي حد مش هيبقى عنده الاحساس يا كابتن زي اكيد ده وضع طبيعي احنا كنا نتمنى الكره دي تيجي لمودست احنا كنا نتمنى الكره دي مودست هو اللي بالظبط كده كان يحسن التعامل معاهم افضل من ممكن بس هو المفترض اللعيب دايما لما يروح في المكان الخطر لازم يحضر نفسه للوقفه لانه الوقفه والتحضير اهم من اللعبه اصلا حتى توقيفة الكوره تحضير نص الهدف تحضير نص الجول طبعا عندك حاجه تقولها بدل لا اتفضل يا كابتن احمد اتفضل بقى انا عندي معلش سرعه فوق معلش كابتن احمد دايما معلش بسك معانا كده بقول لك يا كابتن احمد انا غطيت منورنا يا كابتن تضيف بقى اداء حراس المرمى الحمد لله اعتقد ان احنا كنا في امس الحاجه ليها لان احنا فعلا ما كناش موفقين النهارده في المباراه بس التعادل عادل الحمد لله الحمد لله الحمد. يمكن احنا ما شفناش اليكسس خالص طول المباراه اكنه ما كانش موجود فمش هنتكلم عليه اصلا انما عايزين بقى نتكلم على مصطفى شوبير النهارده درس لحراس المرمى الناشئين والكبار في تحركات القدم والتمركزات بمعنى النهارده شوبير سهل على نفسه الجيم بكل ما تتخيله كل اللي عمله انه كان بيتحرك كويس ويقف صح بيصد بيتحرك كويس برجليه يقف صح بيصد فالنهارده اللي عايز يتعلم التمركزات وتحركات الرجلين لازم يبقى موجود معانا النهارده عشان نبتدي الكلام نبتدي في الدقيقه يمكن ما جالوش حاجه غير في الدقيقه يمكن 39 كانت تصويبه من بره ال 18 تصويبه ضعيفه ولكن انا جايب لقطات
يعني عشان بس يعني اوري لكم ازاي الكره كانت سهله كانت. لا قبل كده قبل كده معلش في لقطه صغيره دي الثانيه الاولانيه بتاعتها لما بيحرك الرجل العكسيه لقدام. لا لا قبل ارجع معلش معايا من الاول خالص بقى. هنا هو سهل على نفسه الكره انما من قبلها الكره وهي بتتشاط هو نقر رجله اليمين قدام رجله الشمال عشان ياخد خطوه تانية برجله الشمال وينزل مكانه زي ما هو. فالمفروض ان ايه برجعه واضح انه نايم. ايوه بس كده. بص الكره كان في الناحيه اليمين عشان ينقل الكره تبقى سهله بالنسبه له خالص. عمل ايه؟ خد رجله اليمين قدام رجله الشمال عشان يحط الشمال فينزل فتبقى الكره سهله بالنسبه له. هو سهل على نفسه كان ممكن يتحرك عرضي بس كانت هتاخد وقت اكبر فمش هيبقى قريب للكوره. انما هو هنا سهل الكره على نفسه وعلى كل اللي بيتفرجوا نتيجه لتحرك رجليه انه قرب رجليه العكسيه وبعدين طلع بالرجل الشمال وقدر يترمي كمل بقى عادي جدا. هتحس ان الكره دي سهله وخدها في صدره ونزل بيها. هو اللي سهل لنفسه الكره وهو اللي خلى تحركات رجليه السريعه خلته يبقى قريب من الكره ويقدر يمسكها كويس. كمل معايا بس كده. خد الكره في صدره عادي مع ان الكره في اقصى زاويه الشمال ولكن تحرك يعني. ده بيفكرني بكابتن ثابت الله يرحمه. الله يرحمه كابتن ثابت كان بيعمل كده بالظبط الله يرحمه. فشوبير في الحته دي بصراحه ما شاء الله مميز فيها. تعالوا الشوط الاولاني كده يعتبر خلص ما جاش حاجه. اول الشوط الثاني وشوط الهجمات القويه على النادي الاهلي. عايزين نتكلم على الكره دي. الكره دي كانت من ناحيه شمال من الطرف برضو. انت جبتش ما جبتش التمركز الاولاني معلش ارجع لي في صوره قبل دي. في صوره قبل دي انا قلت لك هاتها. ايوه بس بص شوبير كان واقف هنا عند العارضه الاولانيه. الكره هتتعمل عند سن ال 18 الناحيه الثانيه. بص بقى تحركات رجليه الاولانيه كانت بالعرض الثانيه هتبقى امشي معايا اللي بعديها السؤال اللي بعديها. بص الرجل العكسيه اليمين نقلت عشان يبقى مواجه للكوره وفي نفس الوقت لما يحط الشمال يترمي على طول. نقلت كمل هتلاقيه وصل الناحيه الثانيه تمركز سليم قبل ما الراجل يحط رجليه في الكوره واقف وشايف وعارف هو فين فقدر يبقى قريب جدا 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 من الكوره. لما الكوره اتشاطت كل اللي عمله انه ترمى مكانه ووجه بره ضربه ركنيه. التوجيه كمان احسن من الشوط خاصه ان الارض فيها ميه فالكره بتبقى اسرع في الاوقات دي مع المطره. اعتقد تحركات رجلين مش 10 على 10 20 على 10 في الكره دي. كمل معايا بقى. سهل الكره على نفسه خالص ويا دوبك نزل على الارض ووجهها بره طلعت ضربه ركنيه مع ان الكره برده قويه بس تحركات رجلين برده زي تحركات الكابتن ساب بالظبط. هو مش واخد حاجه من ابوه؟ ما واضح كده. والله حتى الشوطه مش بتاعت ابوه خالص. شوبير كان بيعمل كده ويشوط من تحت ما مش بتاعته خالص. بص هنا بص السهوله في الرمي يعني هو تمركزه خلى الكره مع انها برده في اقصى الزاويه صح في الضيقه ولكنه تحركه من الناحيه اليمين الناحيه الشمال بكل سلاسه خلاه يتعامل مع الكره بكل سهوله. اللي بعدها في الدقيقه 46 و13 برده كره مقصيه من مهاجم بالوزداد بس برده عشان تمركزه كويس جدا واقف ومركز وشايف وعينه على الكره كويس جدا خد الكره ونزل بيها جنبه من غير اي حاجه. ده برده تمركز يعتبر 10 على 10 من مصطفى شوبير. الدقيقه 53 وهنا بقى بدايه الثقه. معلش ارجع معايا سنه ورا ارجع معايا ارجع سنه كمان ماشي. لا انا ممكن اسال سؤال يا كابتن بعد ثواني معلش فضل. انا اللعبه اللي قبلها ممكن اللي فضل هو اتفضل نرجع للعبه اللي قبلها عشان نشوف كابتن ايمن ماشي وبص لي عليها كويس قوي تمام. بص اللعبه دي كانت من ناحيه الشمال تمام كويس قوي. واقف مصطفى شوبير ووقف واحد عند العارضه اليمين تمام. نكمل الكره اللي بعدها. هات الكره اللعبه اللي بعدها بقى اللي بعدها الكورنر تمام. هو وقف واحد برضو عند العارضه الشمال البعيده تمام. دي مش بتاعته دي بتاعت المدير الفني. المدير الفني هو اللي بيحط العارضه البعيده دي بالذات هو اللي بيحطها. المدير الفني اللي بيدي تعليمات بالوقوف يعني. هو دلوقتي بيلعب ايه يا كابتن؟ هو دلوقتي بيلعب اثنين قدامهم واحد على السكس واحد على الاولانيه واحد كويس. واحد على العارضه الاولانيه واحد على العارضه البعيده وموديست على السكس يارد وبعد كده بيلعب مان تو مان. في ناس بتعمل ايه؟ بتلعب 3 3 ناس بتلعب 4 2 تمركزات على حسب المدير الفني عايز ايه. العارضه البعيده دي ما حدش بيقف فيها غير الحراس اللي على طول بتطلع في الكروسات يعني انت لو حضرتك شفت مع الشناوي بيقف واحد بس على القريبه ما بيبقاش في حد على البعيده بالظبط. هنا مع شوبير هو عامل ايه؟ هو حاطط واحد على الاولانيه
وحط واحد بس على الاونيه ده بره، انما واحد حاطط واحد على البعيده على خط الجول. ايوه على خط الجول، بس هو المفروض الكره دي لما تطلع المفروض علي معلول يطلع خطوتين قدام مصطفى كمان. لان يعني كنت عايز اعرف وجهه النظر ان في واحد، وجهه النظر انه لما شوبير يطلع حد يغطيه يحمي الجون اللي على العارضه الاولانيه والعارضه الثانيه، يعني عشان هي تتلعب على البعيد، الجون كله يبقى مقفول. لا يعني لا لا بص انا اقول لك حاجه، ممكن هو اتفرج على الكور الثابته بتاعتهم بيلعبوها على بيلعبوها ازاي، فموقف واحد في الحته البعيده. لو كانوا بيلعبوها على القريبه زي ما منعم كده بيروح وياخد من القريب، يبقى يجب ان واحد يبقى على العارضه القريبه مش كتب. العارضه البعيده ماشي، هو مأمن نفسه في العارضه القريبه والبعيده، هاني ماسك العارضه القريبه ومعلول ماسك البعيده وموديست على السكس يارد الاولانيه عشان لو حد بيقطع قدام منعم كويس. زي منعم كده الموديست ياخدها كويس. دي متعلقه بالفرقه اللي انت بتلعبك ولا متعلقه بحارس المرمى عندك؟ الاثنين. بمعنى ازاي الاثنين؟ الحارس اللي بيطلع كتير في الكروسات وبيتعامل في الكروسات كتير لازم اخلي الاثنين يغطوه، يطلع ممكن ما يلحقش الكوره حد يلعبها بدماغه، فالاثنين اللي على خط الجون الاولانيه العارضه القريبه والبعيده يقدروا يغطوه بسرعه لما يخشوا لجوه هما الاثنين، فالجون يطلع باريحيه. طيب لو على الفرقه، لو على الفرقه الثانيه، لو الكره بتتلعب على الاولانيه وتتلمس لورا لازم يبقى في واحد على البعيده، لو الكره الكروس بيتعمل على طول مره واحده على البعيده لازم يكون في واحد على البعيده، وساعات المديرين الفنيين بتحط واحد على السكس يارد مش القريب بس، بتحط واحد على السكس يارد على السته قدام. بس انا عاوز بس مش على خط المرمى. لا مش على خط المرمى. بص اقول لك على حاجه كده، انت في الصوره دي دفاع النادي الاهلي كله واقف غلط، اتفرج عليه كله واقف غلط، كله مش ماسك صح، كله مواجه، كله مش ماسك صح. يعني بص الاولاني ده اللي على العرض الثلاثه الحمر دول، الثلاثه الحمر ده لو اتعملت على القريبه يلمس قبل قطع. حتى اللي ورا ماسك من ورا اللعيب مش من عند جونك حتى اللي هو بين الاثنين اللعيبه واللي ورا، يعني ما كانش في مان. يعني هنا تقدر تقول ان مستر كولر ما بيلعبش مان تو مان، بيلعب ايه؟ بيلعب منطقه، والمنطقه عادل المنطقه يعني. يا احمد لازم تبقى مرصوصه، واحد على 6 يارده والثاني وراه مدرسه بيلعب منطقه. هو ما بيلعبش منطقه يا كابتن. لا يعني هو بيلعب، مان. لا مش بيلعب منطقه كده، هو بيلعب مان يا كابتن. لو حضرتك بصيت في واحد هنا، واحد هنا مع مروان، هقول لك حاجه، واحد مع ما اتفضل، هقول لك حاجه اتفضل. هي مدارس، في مان وفي مزيج ما بين الاثنين. ايوه هو ده مزيج، لكن انا بكلمك على الوقفه دي فيها خطا. لا هو الوقفه كل اللعيبه مواجهه، مفيش حد واقف في العرض عشان كده قطع كده قطع كده قطع، يعني كلها فيها خطا كبير أكيد. قوي أكيد. حتى الاثنين الثلاثه اللي واقفين مودس وعلي معلول ومحمد هاني ومصطفى شوبير، بص الاربعه واقفين ازاي، يجب مودس لازم يبقى قريب كده، لانه هو ايه الفايده ان انا بحط اللعيب على الست ارضه من بره؟ عشان الكره لو قلت من فوق وهو طويل، كرة عالت من فوق تطلع بره خالص. تمام. لانه طوله انا بحدده كمدرب. تمام. اقول طوله 180 190، فلما الكره بينط بيبقى 210 مثلا، يبقى الكره لو جت 230 يبقى هتطلع بره خالص. اوكي. لكن اللي اتحط على العارضه البعيده دي علي معلول، دي عارف بتعمل ايه؟ دي اصلا بتعمل خلخله للفرقه المدافعه. انت لا يجب انك انت تحطها على العارضه القريبه مش العارضه البعيده. هي مدارس، لكن انا شايف انه كان لازم يحط لعيب على العرض القريب. لا بس الكابتن احمد قال لك حاجتين، ان دي فيها حاجتين، حاجه تتعلق بحارس المرمى وحاجه تتعلق بالمدير الفني او المسؤول عن حراسه المرمى. انا فاهم يا كابتن، بس هو الحارس المرمى اللي بيطلع زي ما احمد قال بيطلع وبيتحرك، اللعيب لما بيدخل الاثنين اللعيبه لما بيدخلوا هنا انت كده بتقلل الناحيه الدفاعيه عندك، انت عندك كام واحد مش شغال في الناحية الدفاعية؟ أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، بيبقى في زيادة عددية، أربعة برة أربعة برة. أقول لحياتك حاجة، اتفضل. كولر من المديرين الفنيين اللي بيرجعوا 10 في الكورنر، صح؟ يعني صح. ما بيسيبش حد برة 18 في الكورنر، فلما لما يستغني عن ثلاثة ويستعيد بيهم بسبعة، السبعة دول هم اللي بيدافعوا والثلاثة يبقوا ماسكين تمركزات مهمة مع حارس المرمى وشغله بايديه وأمنه باثنين على العرضتين، صح. أنا كده بأمن الكورنر بدرجة كبيرة. خلي بالك الفرقة كلها في 18، العشرة كلهم، العشرة حضرتك هتلاقي العشرة أحمد هو بيرجع العشرة. دي حقيقة، أنا موافق، دي حقيقة. أنا بقى مدرب الناحية الثانية ما بوقفش إلا واحد قدامه على 18، يعني
انا بوقف واحد في وسط الملعب مع العشرة كله راجع، ايوه بوقف واحد على نص الملعب واحد على ال 18، يبقى انا بهاجم بكام؟ انا بهاجم بتسعه، غير اللي بيرفع هو العاشر، يبقى انا تسعه على اربعه، يبقى انا عندي زياده. عشان كده انا بقول لك حتى لو هو بيرجع العشرة كلهم يجب ان هم يترسوا بصوره صحيحه. العشرة دول يا احمد، العشرة دول الكثافه اللي موجوده في المنطقه واخد بالك، هيدافعوا على تسعه. يعني انت التملي في الحاجات الكور الثابته ما بتبقاش كده بالظبط يا كابتن، اللي بيبقى في واحد واقف في نص الملعب، واحد بيرفع كوره، ساعات العشرة دول واحد على 18 او على 2 على 18 ساعات ال10 بيهاجم بست، مفيش حد بيدخل، بيلخبطوا الدنيا. يعني انا مثلا عندي 3 فراوده موجودين او 4، يبقى 4 بيمسكوهم واخد بالك افضل من 6. يعني ساعات التكاتل بقى اتكل على اللعيب عامة الكورنرز والفاولز تاكتكس بالنسبه للمدير الفني بتبقى قناعات ما بيغيرهاش. صح. يعني ممكن هو غالبا عليها. هنا في الصوره دي زي ما الكابتن عادل قال، هو بيلعب مزيج بين البوزيشن والماركتنج فهو ممسك حبه ويأمن بحبه بوزيشن حبه فدي بتاعته هو اللي بيحددها. لان دي برضو يعني اولويات. انا لو لعبت بتعرف تلعب بدماغها كويس مش هعمل بوزيشن، ممكن العب ماركينج بس، والعكس صحيح. انما احنا عندنا يمكن قله شويه في عدد الناس، وعندنا طول قصر قامه. أيوة. فممكن عشان كده هو عامل الكومبينيشن ما بين الاثنين مع بعض. صحيح. نرجع بقى لمصطفى، الكره دي كروس، مصطفى واقف تمركزه كويس جدا. نمشي واحده واحده هنا، ابتدى ياخد الثقه من الكورتين اللي طلعهم ورا بعض، فالكره على السكس ياردة اوفر صعب، طلع وراح حاطط البوكس وركب مودست حتى ولعب البوكس في البعيده، وده يدل على انه ابتدى ياخد الثقه اللي كان بيدور عليها من الشوط الاولاني. لان في الشوط الاولاني في كره اتعملت قدامه على الارض، خاف اتردد يروح ياخدها ولا لا، لحد ما الكره طلعت اوت الناحيه الثانيه. فعشان كده الثقه هنا دي تبين لك ان الحارس ابتدى ياخد الثقه وقدر يتعامل مع الكروس كويس. ونكمل بعد كده، خلي بالك التوجيه ده 10 على 10 كمان، وكان ممكن يوجه للراجل اللي على 18 هنا، ده وجه في الحته البعيده الناحيه الثانيه، الكره دي طلعت اوت الناحيه الثانيه. صحيح. سؤال بس، اتفضل يا كابتن، هو حارس المرمى زي اللعيب اللي بيبعد عن الملعب، ولا حارس المرمى عامل زي الطيار اللي هو محتاج ساعات، يعني محتاج دايما يكون رجله في الملعب؟ لا، هو عامه خبرات الحارس المرمى بتقاس بعدد ساعات لعبه تحت الثلاث خشبات. كل ما تزيد عدد ساعات اللعب تحت الثلاث خشبات، كل ما خبرات حارس المرمى في التعامل بالكوره وفي التعامل النفسي بتزيد. على العكس، ممكن لعيب الكوره ينزل من اول كوره يحطها جون، ثقته ترجع لنفسه، وبعد كده كتير قوي يقول لك عايزين نفوق اللعيب ده، فرقه بتبقى عايزه تقول لك انا عايز افوق اللعيب ده، حط له كتير قدام المرمى عشان يجيب جون. انما الحارس لا، الحارس كل ما يقدم زي الجبنه الرومي زي ما بيقولوا كده، كل ما يقدم تحت الثلاث خشبات بيحلو. فدي فانا اعتقد ان 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 لا طبعا عدد ساعات اللعب هي اللي بتقوي وهي اللي بتخلي الخبرات اعلى. وزي ما وريت حضرتك ان الثقه مصطفى اكتسبها بعد ما صد كره والثانيه والثالثه، دخل في المباراه مع الجمهور مع فرقته والدفاع، وابتدى نفسيا يعلى وابتدى الثقه ترجع له، او بمعنى صح مش ترجع له، ابتدى التوتر اللي كان موجود عليه في اول الشوط الاولاني ما يبقاش موجود. صحيح. بعد الكره، بعد الضربه الركنيه دي في الدقيقه 68، برضو ارجع اقول لحضرتك الثقه عملت فيه ايه وخلته يتحرك ازاي داخل ال 18. نرجع للكوره، كانت ضربه ثابته من نص الملعب. هنا هو يمكن تمركزه كان وحش شويه في حاجه واحده، ممكن ترجع لي، يعني انا هرجع لك واثبت لك ازاي هو راح متاخر. تعال لي بالصوره معلش، ارجع لي. شوبير هنا للاسف موطي زياده عن اللزوم قوي، وواقف في حته تخليه بعيد. يعني هو المفروض كان طلع خطوه قدام عشان يسهل على نفسه الامر، يعني لو هو خطوه قدام كمان الكروس ده كان هيوصل له اسرع. فنمشي ماشي، نمشي بعد بالصوره، بعد الصوره دي في صوره كمان هنا، بص لسه بيفكر انه يطلع على الكروس، والكوره وصلت عند تقريبا 8 يارد. ده ليه؟ عشان هو معلش ارجع لي، ارجع لنا بالصوره، ارجع لنا بالصوره احمد، ما فيش حاجه ماشي اوكي طيب خلاص مش لازم. الكره دي لو هو كان قدام خطوه وجسمه فوق ما كانش هيحتاج حاجه. يعني ارجع لي بالصوره احمد، ارجع لي بالصوره. هو ارجع لك بس انت مش شايف. الحمد لله على السلامه. طب بص، شوبير اول ما ابتدى موطي لتحت وكان محتاج يطلع خطوه لقدام،
فعشان يبتدي يتحرك عايز يعمل حاجة، عايز يطلع يفرد جسمه الأول وبعد كده يبتدي ياخد الخطوة دي. اسمها حركتين في حركة، اللي هو المفروض يبقى واقف على رجليه عادي جدا هادي وقدام خطوة شوية عشان لما يتحرك يبقى قريب. ادي رقم واحد. رقم اتنين، بص هنا ابتدى يفكر انه قريب امتى؟ لما الكرة هي اللي راحت له مش هو اللي راح للكرة. تاني، الكرة هي اللي راحت في اتجاهه، يعني هو كان واخد قرار على فكرة انه ما يطلعش في دي بالذات تحديدا، انما الكرة لما لقاها جاية في سكته هيبتدي يفكر لما الكرة توصل هنا، وده قرار بيبقى متأخر سنة صغيرة. انما برضو بس هو اتعامل معاه كويس قوي، ما هو ده اللي انا برضو هو عمل حاجة كويسة قوي انه راح وضرب البوكس من بعيد، طلع ايده من بعيد عشان يوصل للكرة. المفروض ان انا لما بطلع الكروس بطلع من تحت الكرة بالظبط، انما عشان هو يحاول يحسن من الخطأ اللي عمله فراح رايح ومدد ايده لقدام، مادة الايد دي فيها متر ونص 2 متر مع الارتقاء خليته اقرب للكره. وهنكمل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. كمل الصوره الاخيره، بص هو بعيد عن الكره ولكن ارتقاءه لقدام خلاه يوصل للكره قبل المهاجمين، انما تعامله دلوقتي هايل صح. بس قبل من كده كان لازم يبقى في خطوه قدام وجسمه مفروض شويه عن كده. نكمل الكره دي لان الكره دي هتبقى اخطر بعد ما يطلعها وطلعها في الناحيه العكسيه. لا ارجع معلش، في صوره قبلها. ايوه تمام، الكره دي اتعملت من الراجل اللي على خط ال 18 للباك رايت. تمام، هو الاول كان واقف، الراجل ده اللي كان على خط بس مش معايا يعني، اللي على خط ال 18 كان هنا. شوبير كان واقف فين؟ كان واقف عند العرضه دي بعد ما طلع البوكس من عند 6 يارد. ايوه كان الراجل اللي على خط ال 18 معاه الكوره، شوبير كان عند العرضه الشمال، عمل الكوره لبره للراجل، بيبتدي يرجع بخطوه لورا عشان يعيد تمركزه تاني. الخطوات دي الصغيره دي والله العظيم عايزه ساعات من التمرين تعدي 1000 ساعه والله العظيم، اللي هو بيعمله النهارده ده بالسهوله دي. يعني انا مش عايز امجد فيه ولكن دي حقيقه. فهو بصراحه النهارده بيدي درس للتمركزات والتحركات برجليه. لما نشوف بعد كده اتلعبت الكره كان هو لسه بيرجع بظهره، جت على الاولانيه وجت في حته صعبه، يمكن الراجل قلش البكره قلش، ولكن سرعه تحركات رجليه مع فردة جسمه لما تشوف ما شاء الله هو يعتبر معدي العرضة وتوجيهه للكرة، أعتقد أنه تعامل هايل. ودي يعني أعتقد دي هتبقى بداية لمصطفى إن شاء الله أن الناس كلها يبقى عندها ثقة فيه. آخر كرة وأصعب كرة في المباراة تقريبا، مش يعني أنت جايبها من الآخر قبليها معلش. بص هنا هو متمركز كويس قوي، الكرة دي كانت في نص الملعب اتعملت 1-2 وصلت للراجل هنا على الخط داخل بمحمد هاني لجوه. الاول كان واقف كويس قوي، اول ما الراجل عدل طلع ووقف وثبت وعينه على الكوره كويس جدا، والراجل بيشوط عشان هو برضو قافل كويس ومتمركز كويس جدا جدا جدا، سهل الكوره على نفسه وحط يدوبك كف ايده اليمين في الكوره طلعها ضربه ركنيه. ووقفته يعني دي حتى لو الكوره راحت الناحيه البعيده كان هيتعامل معاك كويس. ايوه هو قافل لما تيجي حضرتك لو 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 تعادت ساعة التمركز بتاعه هو قافل كويس جدا. لما الراجل شاط في الدقيقة راح كده هيطلع متر ونص، لو اتشاطت في البعيدة اخره 2 متر بطول جسمه هيطلع، فاعتقد هو تمركزه كان هايل. اخر كورة اللي دايما بنتكلم فيها ما بين العلاقة ما بين الشناوي والاتنين سردباكات، هوريكم حاجة صغيرة واختم بيها الكلام كله. يا ريت نجيب اخر لقطة، كانت الكلام ده في الدقيقة 94 تحديدا، كورة معمولة في ظهر عبد المنعم وهو بيتحرك مصطفى عشان يبقى قريب وياخد الكرة، عمل حاجة كويسة جدا، رفع ايده لعبد المنعم سيبها لي مع الند، خلى عبد المنعم يبص عليه، وبعدين عبد المنعم عمل ايه؟ كل اللي عمله انه وقف في سكة الاسترايكر فخلى الكرة تبقى قريبة عشان في كونتاكت بين مين ومين؟ بين عبد المنعم ومصطفى شوبير. يا ريت تجيبها عشان نشوف رفعة الايد اللي ما بتتعملش في احيان كتير، بس مش عارف هي راحت منه فين. يعني بنحاول نجيب ايد مصطفى. عموما لو من 10 ندي مصطفى كام؟ يعني 9.5. 9.5 بلا شك 9.5 من 10. والنص ده عشان التوتر اللي كان عليه في الشوط الاولاني من وجهه نظر. انما غير كده انا زي ما بقول لحضرتك يعتبر متميز جدا. بقول لحضرتك حركه رجليه النهارده سهلت عليه كل موقف في المباراه، اتسهل عليه بحركات رجليه من تحت، فيعني هايل ما شاء الله النهارده. شكرا يا كابتن احمد، شرفتنا وان شاء الله بالتوفيق بقى المباراه القادمه. ان شاء الله ربنا يكرمك. شكرا يا كابتن.
كابتن ماهر، دايما حضرتك تحب تتكلم على الايجابيه، ما تتكلمش على السلبيه. يمكن لو اتكلمنا على المستوى الفني مش هنتكلم فيه كتير يعني، لان زي ما قالوا الكباتن مستوى يمكن متوسط او اقل بعد شويه، ولكن ظروف المباراه سواء قبل المباراه او اثناء المباراه يعني كان صعب انك تظهر بحال احسن من كده. جات لك فرص ما قدرتش تعمل معها كويس زي ما قال الكابتن احمد بلال، كان ممكن التعامل احسن من كده، ولكن كل مباراه بقى ليها مكاسب. النقطه النهارده انا مش عايز اقول مكسب لان ما تعودناش على كده، لكن النقطه النهارده مش وحشه. مكاسب اللي انت شايفها تاني غير النقطه زي ما شرح احمد كده، واحنا قلنا كلنا اجمعنا ان مصطفى شبير النهارده بيعتبر رجل المباراه، يعني حتى احمد يمكن من خلال تحليله لاداء مصطفى في معظم الكور اللي اتلعبت عليه كان من ايجابيات المباراه. الحاجه الثانيه كلنا اجمعنا برضك النهارده في التحليلي ان الجانب الدفاعي للنادي الاهلي النهارده اتعامل بشكل ايجابي جدا، وخصوصا قلبي الدفاع يعني يمكن اطراف الملعب ما كانوش بالتركيز الدفاعي اكتر من ياسر ومحمد عبد المنعم، فدي من ضمن الحاجات اللي النهارده ساعدت النادي الاهلي في التنظيم الدفاعي ان هو يتصدى لبعض الفرص او بعض الاختراقات اللي كانت شباب بلوزداد بيشتغل من خلالها، وخصوصا اطراف الملعب. يعني اطراف الملعب كانت من بدايه المباراه، ويمكن عادل لمح في بدايه كلامه في بدايه الاستوديو التحليلي ان لازم ناخد بالنا من الجانب الشمال بالنسبه لهم اللي هو بيمثله الجبهه اللي بتمثل يوسف الباك ليفت مع عبد الرؤوف مع عبد الرحمن مزياد. ويمكن الكباتن اتكلموا على ان التنظيم الدفاعي كان ما فيش مسانده دفاعيه لمحمد هاني، وده اللي خلى شباب بلوزداد يتفوقوا من خلال الجبهه الشمال، عشان الكثافه الدفاعيه اللي كانت موجوده مع هاني اللي كانت بتساعده ما كانتش موجوده، اكرم ما كانش موجود بصفه اساسيه، لكن في الشوط الثاني الامور اتصلحت، ودي يعني شغل مستر كولر ان هو بدا يشوف شباب بلوزداد في الشوط الاولاني ايه المميزات اللي عندهم وايه الجوانب اللي هم بمميزاهم، فالجنب ده بدا يتعامل معاه بشكل احترافي ان بدل ما نشوفش الخطوره زي الشوط الاولاني. دي من ضمن الحاجات اللي الراجل اشتغل عليها وكان بتعتبر ايجابيات. الحاجه بردك الثالثه ايجابيا ان هو بس احنا اتاخرنا على التغييرات. لو احنا التغييرات اتعملت يا ايمن زي ما الكباتن كده اجمعنا ان بدايه الشوط الثاني، لكن دي سياسه الراجل يعني هو بيدي فرصه للناس اللي بدات المباراه ان انا اصبر عليها. يعني بعض المدارس تقول لك ايه، انا ممكن يبقى عندي جراه، ما نوجوزي كان بيغير في ثلث ساعه بالشوط الاولاني او نص ساعه، دي رؤيه هيد كوتش هو شايف. في بعض الكوتشات يقول لك ايه، لا اصبر شويه لحد نهايه الشوط ممكن يكون اللاعب يشتكي اقدر اعمل تغييره، لكن لو الامور ماشيه بالتيم في الشوط الاولاني خليه يبدا بيه الشوط الثاني، ولما يبدا بعد 10 دقائق ربع ساعه ابدا. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن ماهر، احيانا مستر مانويل كان بيغير بعد ثلث ساعه بعد 25 دقيقه، بس هل لما بتغير في البدايه في الوقت دوت هل بيبقى انت مثلا اخطات في التشكيل، ولا اللعيب مش في حالته؟ حتى اللعيب مش في حالته هتدي له وقت شويه، يعني مش هتغير بعد 25 دقيقه مثلا او بعد 30 دقيقه، مش ده المفترض؟ بالظبط بالظبط. هو بص دايما التوفيق وعدم التوفيق بيبقى سبحانه وتعالى، يعني انت بتبدا باللعيب وبعدين تفاجئ ان اللعيب مش في حالته الطبيعيه، فبيضطر يقول لك مش في حالته، يعني مغرقك مثلا، يعني ده الحاجه الوحيده مش عايزين مغرقك تطلعه، مش بيأدي الادوار اللي مطلوب منها دفاعيا وهجوميا، واخد بالك؟ فبيضطر انه يدفع بحد يعني يكون شايف انه هيكمل الحاجات اللي هو الراجل طالبها او الحاجات اللي الراجل عايزها، فدي ساعات بتختلف، لكن احنا ما بنشوفهاش دلوقتي خالص. ما بنشوفهاش دلوقتي خلاص، يعني كل المدربين سؤالك ده بيستنوا. يعني انا مثلا مغلوب 2-0 في الدقيقه 30 وعندي مشكله في ناحيه اليمين مثلا، يعني لازم اغير، مش هستنى ما يجي فيها 3-4 تجوان. ايوه مظبوط طبعا، يعني ما انا بقول لك الا لو واحد مش في حالته، مش على فكره حالته. مش بالضروره ممكن يكون مش اللعيب مش في حالته، ممكن يكون انا كمدير فني اخطات في التشكيل بالظبط، في التوظيف نفسه. يعني ممكن مثلا ايه اجي اقول لك ايه، بص انا اللي هيلعب مكان علي مثلا، يعني نتكلم عن الاهلي مثلا، اللي هيلعب مكان علي معلول يبقى اكرم توفيق مثلا،
وفاجئ ان هو مش بيأدي في المكان. ولا قدر الله مغلوبين جه فينا جول، مش هستنى يجي فيا 3 4 جوان عشان ابتدي اعدل من التغييره بتاعتي، فاهم قصدي؟ لا يبقى لازم اغير. مش عيب بقى اكرم توفيق هنا في الحته دي، ممكن يكون المدير الفني شاف ان اكرم يعني هيبقى كويس، بس هو ممكن يكون شاف ان هو كويس وجهه نظر بالزبط. وممكن يخطئ في وجهه نظر، مش بنقول برضو ان هو كارثي ان هو حط فلان الفلاني، فاهم قصدي؟ ولا اللعيب نفسه كارثي، ممكن نقول بس هو 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 المدرب كمان يا بلال مش هيبقى في كل ماتش زي اللعيب، مش هيبقى 100% طبعا. طبعا 100% صح، ممكن 100% هو كل مدرب له توقعاته بالنسبه للسيناريو بتاع الماتش. بس انت عارف يا كابتن، المدرب ممكن ما يكونش 100% في اختياراته، لكن لازم يكون 100% في تغييراته بالظبط، وفي توقيت تغييرات صح، لانه خلاص خد بالك. وده الفرق بين الكوتش الجامد وكوتش لاي كلام، يعني كوتش لاي كلام يفضل قاعد كده محتاج عايز حد يقول له غير فلان. في ناس بتقعد تتفرج بس، طبعا ما هي مشكله، احنا هنا مشكلتنا بعض المدارس الثانيه بتغير كمان في اخر 3 4 دقائق من الجيم. طبعا ما هو وعلى يعني حسب انت كمان ستايلك ايه في اللعبه كده. في فرقه ستايلها دفاعي فيبتدي يشيل، يبتدي يقول لك لا خلاص اصبر لحد دقيقه 80، تبتدي تغير بقى ايه مهاجم كمان، حط واحد كمان خامس ورا. دي مدارس، وساعات حسب النتيجه كمان. احنا هنا كمان حسب النتيجه، لو انا كسبان وعايز احافظ فبضطر اغير لعيب نص ملعب مدافع او مدافع، لو انا خسران وعايز اكسب فبضطر ان اغير مهاجم عشان اعدل. خد بالك معظم انا اسف يعني معظم المدارس هنا في مصر للاسف المدربين فيش واحد بيبقى كسبان وعايز يكمل، كله كسبان عايز يدافع، عايز احافظ، كله كسبان وعايز يدافع يعني خلاص الدقيقه جت 70 كسبان يا يرجع. فتلاقي الفرقه عشان كده انا في مصر في الاونه الاخيره الفرقه بتتعادل في الاوقات المتاخره، الفرقه المتاخره تبتدي تتعادل في الوقت الايه 90 85 ليه، الفرقه الثانيه تيجي في الدقيقه 70 خلاص بقى يرجع يلا جيم خلص بالنسبه لي او المدرب جيم يعني ما بنشوفش حد يقول لك خلي بالك خلي بالك. دي فلسفه، دي فلسفه مدربين يعني اللعيبه ملهاش، لا فلسفه مدارس اللعيبه ملهاش دعوه بالمدارس. المدرسه في مصر كده، المدرسه في مصر التدريبيه كده، احنا اتولدنا ولعبنا كوره في الاهلي الحمد لله وبطلنا كوره وبقينا محللين وهي نفس طريقه اللعب ما اتغيرتش. تبقى كسبان 1-0 بتدي الدقيقه 70 اغير الخمسه اللي قدام العبهم ورا. بس بتتكلم على المدير الفني المصري ولا كمان المدير الفني الاجنبي بيعمل كده؟ وبما فيهم المدربين الفنيين بيجوا اللي بيجوا مصر كمان للفرق الصغيره. والله بكلمك جد والله العظيم، حاسوا ان ثقافه اللعيب المصري هو كده بيميل اول بدا عايز يحافظ يعني حتى. طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن، فيتوريا من اول سنه بيدافع، اول ما يجي في الجون يبتدي يلا ستيب يلا هنهض بقى خلاص جبنا التعادل مش يكمل بقى عشان تجيب جوان، لا تيجي ترجع دفع تاني في جول في الجول التاني فعايز ترجع. ده اللي حصل في بطوله افريقيا، يجي تستنى الاول تفضل تدافع يجي فيك الجول تبتدي بقى تقول ايه انا عايز انهض اهاجم الحق الماتش هيفوتني تتعادل. وده اللي حصل مع يعني انت بتلعب موزمبيق الدوري الانجليزي، موزمبيق ما عندهمش فكره، فرقه ما عندهاش مش على الخريطه والله مش يعني. انا اسف يعني في الكوره كابتن، في الكوره اسف يعني، بس انا بتكلم ككوره يعني تمام في خريطه كره القدم الافريقيه انت الافضل بكتير تمام. لا سنين ضوئيه بين مصر وموزمبيق، تيجي تتفرج على ماتش ايه ده يعني انت مثلا ايه لو هم دهنتهم ابيض تمام مش هتحس، مش هتقول هم مصر. بس انا معلش انا ليا برضو تحفظ في النقطه دي يعني، بس نشوف الكابتن محمد هيقول ايه وبعدين اقول حفظ براحتك اقول وجهه نظري. ترستوني اساسا انا كنت اقول ايه اساسا ده اقوله انا ماشي. انا مش عايز اخلي الحمل كله على فيتوريا، ما هو ده اللي اتعمل الفتره الاخيره يعني الفتره الاخيره كان فيتوريا هو فيتوريا طبعا اتخذ ضحيه وهو كان احد اسباب المنظر اللي احنا ظهرنا بيه كابتن، ولكن في اسباب تانية صح. بس انا هقول لك نقطه قبل ما تكمل. اتفضل. فيتوريا لما سالوه على اللعيبه قال له خد ياسر ابراهيم، قال لك انا عندي لعيبه زي الساعه السويسري، الساعه السويسري يا عم انت انت بتقول الكلام ده الناس ما بتتفرجش على الكوره مش في مصر، مش قال لك انا عندي لعيبه عندي زي الساعه السويسري بيتحركوا زي عارب الساعه ده في البدايه لما ما خدش ياسر ما هو قبل البطوله على طول يا كابتن، قبل البطوله مش قال كده، قال لك انا اللعيبه اللي عندي زي الساعه السويسري. سويسري يا كابتن ما حصلتش الساعه الصيني، انا بكلمك جد والله العظيم. لكن في بعض المدربين والله ما حصلناش الساعه الصيني يا كابتن. فيتوريا كان مدرب نادي وليس منتخب، ومن البدايه قلنا كده. انت بتتكلم في اختياره اصلا كان خطا ليه مدرب فيتوريا اصلا، وبعدين بنتكلم احنا على موزمبيق او بنتكلم على الفرق دي. خلي بالك الكره الافريقيه اتغيرت تماما، الفرق الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها زي كاب فيردي دي
قد ايه؟ 500,000 شخص. لكن في حاجه مهمه جدا، بيشتغلوا بعلم، بيشتغلوا بفكر، دول ناس بيشتغلوا وبص وصلوا لايه في كره القدم. يعني 500,000 عملوا منتخب وعندهم لعيبه محترفين عدد كبير، ده غير عندهم لعيبه متجنسين برتغالي كمان لعيبه كويسه. الموضوع موضوع تنظيم، كره القدم محتاجه اللي ينظمها صح. هي هو في ذكاء ان المنتخب القومي عشان يبقى كويس لازم يتعمل من طريقين ما فهمش تالت، لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرز. عندك الدوري ضعيف للغايه، تنظيمه ضعيف يعني شكله ضعيف جدا، مبارياته ضعيفه للغايه. خلينا نبقى لحظه واحده يعني يبقى الدوري قوي ازاي باللعيبه ماشي ازاي؟ طب انا اسالك سؤال، نظام الجدول يعني هو انت قلت ان احنا كانك انت بتتكلم على الدوري العام المصري دوري ضعيف، يبقى قوي ازاي؟ لازم يتقوى اولا بالتنظيم، ثانيا ما تبقاش الانديه اقوى من الاتحادات. من الاتحاد كابتن عادل، بس هضيف بس نقطه صغيره عشان كمل، بس كمل انت، بس هقول لك نقطه بس صغيره كده. خمس محترفين كتير على الدوري المصري، والله العظيم خمس محترفين كتير جاي على الدوري المصري، خمس محترفين كتير جدا. بص تمام، على الانديه المصريه اللي ما فيش اصلا معايير بتشتري بيها اللعيب المحترف. بص انا اقول لك لعيب منتخب اولمبي ولا لعيب منتخب اول، بيجيب لعيب من ما يعني لعيب ما انزل الله بها من سلطان. لا كابتن ايمن انت بتتكلم في دوري القيمه التسويقيه بتاعته 400 مليون جنيه، مش القيمه التسويقيه، انت بتتكلم على اللي هو الدخل بتاعه 400 مليون جنيه بس، البث والحاجات دي. في المقابل ان في انديه في مصر بتشتري ب 600 700 مليون. انت عاوز تبقى دوري قوي ازاي؟ انت عاوز تبقى دوري قوي يبقى لازم في عداله في حته اللاعبين في كذا عشان يبقى مباريات قويه. ما يبقاش في انديه عندها 30 40 لعيب كويس قوي وانديه تانية وفرقه تانية تبقى عندها 30 40 لعيب، وبعدين في الاخر الاقي فرق ما عندهاش لعيبه كويسه. كابتن عادل، توزيع العدل. هنقول كره القدم واحتراف، انا معاك طبعا، انا معاك في الاحتراف وكل حاجه، بس هو في نقطه مهمه عايز اقولها لك، حته الجمهور. انت في الوقت كنت في الاول ظروف الدوله ان احنا، لكن لازم يجب ان الجمهور يرجع بكثافه، علشان انت بتشوف جيل بحاله من لعيبه مصر لما رحنا لعبنا في السنغال اترعبوا، اترعبوا بمعنى الكلمه. الكواليتي يا كابتن عادل، الكواليتي اللعيبه نفسها، والكواليتي. انت ما عندكش ناشئين في مصر، عندك قطاع، عندك قطاعات، يا ريت عندك قطاعات، عندك قطاعات ناشئين كابتن عادل. اول ما المدرب اول ما لعيب الكوره يبطل كوره الساعه 8 بالليل بيمسكوه مدرسه الكوره الساعه 9 اي في نادي، رغم ان اللي بيمسك في مدرسه الكوره ده يجب ان هو يكون مدرب اقوى من المدير الفني اللي بيمسكه في قطاعات الناشئين. تقدر تقول لي المنتخبات الناشئين انت بالك قد ايه ما عملتش اداء كويس؟ طيب ممكن اقول بقى لا، ممكن اقول كلمه بس، مدربين ممكن اقول كلمه بس يا عادل، كلمه واحده بس. اتفضل. عمرنا ما نقول ازاي الدوري الممتاز يبقى كويس الا اما تبص الناس دي وصلت للدوري الممتاز ازاي. اتفرج على اهم حاجه في 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 مصر دلوقتي على مستوى الناشئين اللي هي بتفرز للدرجه الاولى، بطولات الجمهوريه. اتفرج على بطولات الجمهوريه وانت تعرف الفرق الكبيره والدوري الممتاز عامل ازاي. اتفرج على درجه ثانيه وثالثه في مصر عامله ازاي. اتفرج على المستويات دي، تعال قارن بين الدوريات بره، شوف الدرجه الثانيه عامله ازاي والثالثه عامله ازاي، مسابقات الناشئين عامله ازاي. انت ملعب. بتتكلم على لعيبه لغايه كابتن ماهر عارف احنا بنتفرج على ناشئين يا كابتن عادل. عارف يا كابتن، ما بتتعلمش حاجه. عارف طبعا، فبيطلع عنده 18 سنه لانه ما فيش مدربين. يا كابتن مفيش مدربين، انا قلت لك الهرم مقلوب، الهرم مقلوب. فما تقولش الدوري الممتاز هيجي لما الجدول ينتظم، اصل لما يبقى طب ما كان كده زمان. لا انا بتكلم في نقطه ثانيه يا كابتن. تمام، انت لما جيت تدور على مدربين يمسكوا المنتخب القومي قدرت تطلع 3 4 مدربين؟ يا كابتن انت عندك خمس مدربين، عندك خمس مدربين
كابتن شو غريب خد فرصه اه كابتن حسام البدري خد فرصه والكابتن ايهاب والكابتن ايهاب جلال خد فرصه لا ملحقش ايهاب جلال ما لا ما اسمه خد فرصه خد ماتشين كابتن ما هي دلوقتي ماشيه بالفرص يعني اقصد فكروا في اقصد يعني هي دلوقتي ماشيه بالفرص يعني ايه بالفرص مين اللي جه على الدور هي بالدور دلوقتي هي مش بالكفاءه هي بالدور هي دلوقتي ماشيه بالدور يعني انا دلوقتي هيمشي حسام حسن تمام وهتدور على علي ماهر اللي لسه ما خدش فرصه فتدي له فرصه تمام وبعد كده تدور تجيب عماد النحاس وبعد كده احمد سامي فانت هي ماشيه اصلا يعني ماشيه لا إيه؟ انت اتفرج على الدوريات الانديه والانديه اللي بتمسك انت دلوقتي انت المعايير بالفرص انا اديت ايمن شوقي فرصه ولا لسه ما اديتوش فرصه لا يبقى ايمن شوقي على الدور لا اول ما حسام حسن هيمشي ايمن شوقي هيجي خد اعمل حساب طب بقول لك ايه ناخد وقفه في الحته دي كابتن عادل بس كابتن عادل بالعلاقات اكتر كمان طيب هناخد وقفه ونروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه Ich glaube, es war ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Für uns war es natürlich schwierig, den Rhythmus zu finden, weil wir fast eineinhalb Monate nicht mehr zusammen gespielt haben. Nationalspiele waren weg und sind erst vor kurzem zurückgekommen. Wir konnten auch kein Spiel machen dann. Wir haben nur intern gespielt mit den Nationalspielern und unsere Gegner, die haben ja viele Spiele absolviert in der Meisterschaft, waren voll im Rhythmus, haben ein gutes Spiel gemacht, auch hier zu Hause, ist eine gute Mannschaft und dementsprechend sind wir froh, dass wir doch den einen Punkt mitnehmen konnten. أعتقد كانت مباراة صعبة، كان هناك فرص من كلا الفريقين. اعتقد كان عندنا بعض المشاكل في ايجاد الريتم بتاعنا لان احنا متوقفين عن اللعب الرسمي بقالنا حوالي 6 أسابيع اللعيبه الدوليه او لعيبه المنتخبات جاءت الفريق متاخر فحتى لم نقم باي مباريات حتى وديه مع اللعيبه الدوليه وبالتالي ده اثر علينا وعلى شكل الفريق في المقابل شباب بورسداد بيلعب في المنافسات الدوري بيقدر عنده ريتم اكتر وده باين النهارده ان هم كانوا فريق قوي جدا فريق يستحق الاحترام وكان ادائهم جيد جدا اليوم ولكن عدم وجود ريتم لينا وعدم وجود فتره طويله 6 أسابيع عدم وجود ماتشات رسميه اثر علينا كتير وعشان كده احنا نعتبر راضيين عن نقطه النهارده الحصول على نقطة اليوم. تفضل إسلام. Good evening, Coach. Islam Shtewa, Television Nahar. Coach, what do you think about the Algerian club performance today? Weaknesses and the strength of Algerian club. Thank you. Ja, was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der sehr präsent war, gute Technik, gute Schnelligkeit nach vorne, Triplings und das, was wir oder was ich gesehen habe und dementsprechend ja, bin ich froh, dass wir doch auch diesen einen Punkt mitnehmen konnten. كما قلت سابقا فريق جيد جدا بيقدم كرة جماعية كرة راقية عنده مهارات عالية في سرعات في الفريق وبالتالي الفريق قوي وانا كنت عارف ده قبل المباراه وده اظهره اليوم ان هو فريق قوي جدا وعشان كده انا راضي تماما عن نقطه تعادل اليوم تفضل سؤال السلام عليكم كوتش محمد ابو جلال ليكي فود كوتش مجموعه صعبه الاهلي ب6 نقاط متصدر المجموعه خلفه كل من شباب الوزداد وافريكان يونغز هل ترى ان الاهلي قادر على مع تبقي مباراتين هل ترى ان الاهلي قادر على الصعود على راس المجموعه وشكرا Die Gruppe ist kompliziert geworden, denn Ali ist jetzt der Gruppenführer mit 6 Punkten, hinter ihm dann Bundesrat und dann die Afrikans. Ja, es fehlen noch 2 Spiele, glauben Sie, Ali kann als Sieger der Gruppe oder der Erste der Gruppe dann qualifizieren? Ja. Gut, wir haben noch 2 Spiele, wir haben nächste Woche auswärts auch und ja, es ist natürlich unser Ziel, als Erster über diese
Linie zu gehen, aber wir wissen auch, dass jetzt auch das nächste Auswärtsspiel, dass es auch noch sehr intensiv wird und ja, dann haben wir noch ein Finalspiel zu Hause und dementsprechend ist wichtig, dass wir natürlich so schnell wie möglich unseren Rhythmus aufnehmen können. Wir haben natürlich nur Trainingstage dazwischen, wir haben nicht noch ein Spiel dazwischen, also von daher können wir uns gut vorbereiten und dann im Auswärtsspiel eine gute Leistung zu zeigen. متبقي مباراتين في المجموعة، أكيد هدفنا كنادي أهلي أن احنا نفوز بالمباراتين ونتأهل كأول المجموعة، لكن عارفين أن المهمة ليست سهلة. الأسبوع القادم عندنا مباراة خارج الديار، مباراة صعبة جدا في أجواء صعبة، احنا كمان متأخرين في عملية الريتم، أن الفريق يحصل على الريتم تبعه بسبب قلة الماتشات، ما عندناش ماتشات من اليوم لغاية الأسبوع القادم ماتشات رسمية، وبالتالي ما عندناش غير التدريب، نحاول ان احنا نجهز الفريق باسرع وقت ممكن ان هو الاسبوع القادم يبقى جاهز للمواجهه الصعبه، وان عندنا مباراه في النهايه على ارضنا هتبقى مباراه كنهائي للمجموعه، لكن هنحاول نعمل اقصى ما وسعنا ان احنا نتاهل اول مجموعه كما اعتاد النادي الاهلي. Thank you coach, thank you everyone and wish you best of luck. Thank شكرا. هنتكلم في الكلام اللي قاله مستر كولر، ولكن نروح للزميل العزيز محمد الباز نتعرف منه على ارقام مباراه اليوم. منورنا محمد. مساء الخير كابتن نايم، مساء الخير الكباتن. يعني لو دخلنا في ارقام المباراه على طول يعني حابب اجيب مقارنه ما بين ارقام مباراه الاهلي وشباب بلوزداد في مباراه الذهاب. هي تيبيكال نفس الارقام، ولكن التفوق كان للاهلي في الذهاب، نفس الارقام تفوقا للاهلي، هي نفس الارقام تفوقا لشباب لوزداد على ملعبه من النهارده. يعني بمعنى اوضح ان احنا لو حطينا الارقام قصاد بعض بتاعت احصائيه وارقام مباراه الذهاب، التفوق كله كان للنادي الاهلي زي ما احنا عارفين، وخرجت النتيجه 0-0 تعادل سلبي. النهارده نفس الكلام، تفوق في معظم الارقام لشباب بلوزداد مع تعادل سلبي 0-0. خلينا نستعرض الارقام ونبدا نشرح بعض النقاط الفنيه يعني مرتبطه بالارقام النهارده واللي شفناها على ارض الملعب. يعني احنا كان في اخطاء كتيره النهارده، في 13 خطا او فاول يعني ضد النادي الاهلي، في 10 ضد بلوزداد. الركنيات 9 ركنيات لشباب بلوزداد مقابل ركنيتين للنادي الاهلي. في مباراه الذهاب يا كابتن ايمن كان في 10 ركنيات للنادي الاهلي مقابل 3 ركنيات لشباب بلوزداد. هذا اللي انا اقصده. التسلل 3 لشباب بلوزداد في 2 ضد الاهلي. التسديدات هنا بقى نفس الكلام، تسديدات النهارده 15 تسديده لشباب بلوزداد منهم 6 على الثلاث خشبات بدقه 40%. لاول مره النادي الاهلي في مباراه 7 تسديدات فقط، رقم قليل جدا، ولا تسديده فيهم على الثلاث خشبات بشكل مباشر. الاحصائيه دي او الرقم ده في مباراه الذهاب كانت العكس، كان في 9 تسديدات للنادي الاهلي منهم 4 و5 اون تارجت، و9 تسديدات لشباب بلوزداد ولا واحده منهم على المرمى على الثلاث خشبات. الفرص النهارده كان في فرص كثيره لشباب بلوزداد، يعني فرص بشكل عام، يعني منهم أيوة. بس 3 و4 محققه يعني. بالظبط هم 3 بس، اما 14 فرصه للنادي الاهلي كان في 6 فرص. الاستحواذ 55% لشباب بلوزداد، 45% للنادي الاهلي. المباراة السابقة الذهاب اللي انتهت برضو بتعادل سلبي كان 61% الاستحواذ للنادي الأهلي مقابل 39 لشباب بلوزداد. ده اللي أنا أقصده برضو. التمريرات كنت بقول لحضرتك قبل المباراة ما بيمتازوش بالتمريرات الكثير، يعني دايما بيلعبوا اللونج بول، حتى الشورت باسس النهارده رقم كبير جدا، يعني التمريرات يعني اجمالي التمريرات لشباب بلوزداد 514 تمريره منهم 430 تمريره بشكل صحيح، اعتقد الدقه وصلت ل 80% 45 ل 80%. التمريرات القصيره النهارده او الشورت باسس عند شباب بلوزداد اعلى، يعني ده ارقام متفوقه على النادي الاهلي، وده مش طبيعي اللي احنا شفنا بها الاهلي دايما بنوصل لتمريرات 500 و600 في المباراه الواحده، اللي بيدينا افضليه في الاستحواذ. النهارده خدها كلها تفوق لشباب بلوزداد. حتى اللونج بولز النهارده كانوا بيلعبوها بشكل كويس، 48 تمريره طوليه لشباب بلوزداد، 19 منهم بشكل صحيح، 40 للنادي الاهلي، 20 منهم يعني نسبه 50% بشكل صحيح. دي كده بشكل عام الاحصائيه بتاعت المباراه. يعني لسه مكملين العرضيات، كنت بقول لحضرتك دايما شباب بلوزداد بيمتاز بالكروسات،
ودايما جهه الشمال عندهم طبعا مزيانه زي ما شفنا بيعملوا خطوره كبيره جدا، بيلعبوا كروسات وبيستغلوها بشكل كويس جدا. النهارده عملوا 27 عرضيه، 7 منهم بس بشكل صحيح. النادي الاهلي 10 عرضيات منهم 5 بس بشكل صحيح. حتى الدريبلينج كان عندهم يعني متقارب زي الاهلي، 11 منهم 7 بشكل صحيح، 12 للاهلي 7 بشكل صحيح او سليم. كسب الكره النهارده 97 شباب بلوزداد، 97 مره، 83 للاهلي. وكان دايما استرجاع الكره او الريكفر للبول ريكفر النهارده كان عالي بالنسبه لشباب بلوزداد. بصراحه دايما الكره كان في ضغط عالي شرس، بيستخلصوا الكره بسرعه. من ناحيه الاعتراضات كان في 8 بشكل صحيح لشباب بلوزداد. النادي الاهلي النهارده 12 اعتراض، من حتى الابتعاد كره واخراج الكره وكان 26 للنادي الاهلي. وهنا الرقمين دول هنقف ايه ابتعاد واخراج الكره من انه منطقه من الخلف، من منطقه الثلث الاخير عند النادي الاهلي. وهنا الرقمين دول بالذات يا كابتن ايمن تفوق فيهم، وحتى يعني السكورز بتاعه المباراه افضل ارقام في المباراه كانت من صالح النادي او ناحيه النادي الاهلي كان لمحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لما اكتر اثنين عملوا الاعتراضات، عملوا حتى ابعاد الكره بشكل صحيح وشكل دقيق جدا. وده اللي هنستعرضه ونشوفه مع بعض، ارقام ياسر ابراهيم وارقام محمد عبد المنعم. بالمناسبه اعلى سكور النهارده في المباراه كله راح لمصطفى شوبير، يعني عنده تصديات، 5 تصديات النهارده، وخد كل الافضل سكور من المباراه بشكل عام. اهو يعني احنا بنقول لحضرتك ابعاد الكره كان برضو ياسر ابراهيم عمل 8 بشكل صحيح، محمد عبد المنعم 5. البلوكات شوت في اي بلوك لاي شوطه النهارده دخل فيها ياسر ابراهيم، عمل بلوك للشوطين. محمد عبد المنعم ما كانش عنده اي التحام في بلوك ان هو منع شوط على المرمى. الاعتراضات نفس الكلام، كنت بقول لحضرتك محمد عبد المنعم عمل النهارده 4، ياسر ابراهيم عمل 2. لمس الكره من اكتر الناس لمست الكره من الخط الخلفي اللي كان لعبه حتى لونج بول وساهموا في البيلد اب. نفس الكلام برضو في بقيه الارقام، التمريرات في 58 تمريره منهم 45 بشكل صحيح لياسر ابراهيم، يعني تقريبا 72-73%. محمد عبد المنعم وصل ل 90% من الدقه، 63 تمريره منهم 59 بشكل صحيح. حتى اللونج بولز النهارده ياسر ابراهيم ظهر بشكل واسع، عمل 11 واحده منهم 4 بشكل صحيح. محمد عبد المنعم ما ساهمش بشكل كبير، هو واحده بس وكانت صحيحه ككره او تمريره طوليه. كسب الالتحامات الثنائيه كان محمد عبد المنعم متفوق جدا، يعني في 4 منهم ثلاثه بشكل. عايز اتكلم على التمريرات، يعني التمريرات ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم دي كانت ارقام مميزه بالنسبه لهم هم كاميز اتنين في الملعب، كانوا بيلعبوا تمريرات صحيحه. مش تمريرات، ان هم ساعدت في السكور بشكل عام. وده جزء من يعني ده جزء من ارقامهم عموما بشكل عام. اللي خلاهم يبقى افضل ارقام هي الالتحامات، الاعتراضات اللي هو الكسب الكرات اللي هي بالناحيه الدفاعيه اكتر. الناحيه الدفاعيه بالظبط، لان التمريرات هم مش دايما نص الملعب او الباصي اللي جنبه، هم اكتر الباصي اللي جنبه بالظبط، يعني ممكن بتساعد بشكل كبير جدا. ولكن احنا في البروجريسيف باص ديت يا كابتن بلال اللي دايما بنقف عليها، تلاقي اللعيب اللي بيعمل التمريره اللي بتكسر خط الظهر اللي بتوصل اللعيبه او الثرو ان، هو ده بقى فعلا الرقم يعني الايجابي. هما بس هنا مجرد عرض لارقامهم بشكل عام، ولكن هما كان لهم دور كبير جدا في الناحيه الدفاعيه، في استخلاص الكوره، في الريكفري، مع حتى مصطفى شوبير النهارده في 7 تمريرات. كنت بقول لحضرتك ان من الدقيقه 75 او 77 حتى نهايه المباراه معظم الاستحواذ طبعا كان بشكل كبير جدا لشباب بلوزداد، ولكن كان عندنا اكتر من 5 يعني تقريبا 4 لـ5 كاونتر اتاك للنادي الاهلي النهارده، مع مساحات في ظهر شباب بلوزداد كبيره جدا كان ممكن نستغلها. انا مش عارف، انا سايب لحضرتكم طبعا التحليل الفني وبالتفاصيل، هل ده كان ليه دور كبير عامل بدني مثلا او عدم التركيز، لان احنا في اخر ربع ساعه فعلا وكان في صورتين معانا بس يعني جبناهم من الخمس ست كاونتر اتاك دول بيورونا كابتن ايمن فعلا كان عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نهاجم المساحات في خلف الاظهره بالاخص عند شباب بلوزداد، كان ممكن فعلا النهارده نستغل الفرصه. بس احنا الظروف اللي حاطت بينا قبل المباراه واثناء المباراه كمان يعني اكيد اثرت على اداء لعيبه نادي الاهلي. يعني انا شايف النهارده ان هم يشكروا على المجهود اللي اتعمل بصراحه، يعني ظل الظروف وظل الاجواء اللي قبل المباراه بالذات، انك انت بعيد عن الكوره تقريبا او مع عن المنافسات الرسميه لمده 50 يوم. يعني كنت بقول لحضرتك قبل المباراه الكوره صعبه جدا. صحيح، كنت بقول لحضرتك قبل المباراه ان من اول شهر يناير حتى الان شباب بلوزداد لعب 8 مباريات في الدوري المحلي، منهم 4 فوز و3 تعادل وخساره وحيده، يعني حتى على مستوى النتائج ماشي بشكل يعني في استقرار شويه.
احرز 11 هدف واستقبل 4 اهداف، يعني رجليهم في الملعب في التحامات في شغل. ده الكاونتر اتاك اللي كنت بقول لحضرتك عليه، حتى ده الدقيقه 78 يعني الكره اتقطعت واتلعبت، كانت لو في سرعه شويه كريم. يعني قبل في كادر كده قبل الصوره من قفشه كانت ممكن تبقى اسهل من كده وتترجم. برضو مثال تاني احنا بس عشان الوقت، في امثله كتيره جدا نفس الكلام، هنا الكره اتقطعت ده الدقيقه 83، حتى كمان في الدقيقه الثانيه من الشوط الاضافي نفس الكلام. لو نفتح الكات بص الناحيه الثانيه، ناحيه اليمين عند شباب بلوزداد او ناحيه شمال عندنا جهه شمال كانت فاضيه، كانت شوارع ورا، وكان ممكن ان احنا فعلا نلعبها بشكل اسرع من كده ونضرب الخصم. انا كنت وانا بتفرج متوقع ان الاهلي هيخطف واحده زي ديت بصراحه في اخر 10 دقائق، ولكن نقطه النهارده قد تكون ايجابيه، وان شاء الله اللي جاي نقدر ان احنا محفوظ يعني نكون مستريحين في صداره المجموعه والصعود باذن الله. ان شاء الله. شكرا محمد، شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، كل التوفيق ان شاء الله. طيب تعالوا نروح بقى نشوف مستر باكيتا اللي هو المدير الفني لشباب بلوزداد قال ايه بعد المباراه. جميع جو وشاف مقابله جيده وجميله، الاداء كان جميل بالنسبه للفريق شباب بلوزداد، كانوا اللاعبين كانوا أداء جيد وكانوا يصارعوا ويحاربوا في الميدان. الأداء كان جيد فردي وجماعي كذلك، سعيد بأداء اللاعبين تاعنا ومن كل جوانب يعني خلال كل أطوال اللقاء. ونشكر تاني كذلك الجمهور اللي كان سند ودعم كبير في لقاء اليوم. أخذ أول سؤال تفضلي. السلام عليكم. بونسوار هاجر حدوثي قناة الحياة. حبينا نعرفوا برك من الكوتش اليوم انه شفنا العديد من الفرص اللي ضيعوها اليوم الفريق، من ناحية الاداء كان فريق شباب بلوزداد نقدر نقولوا نوعا ما الاحسن من الاهلي، وش كان يخص اليوم الفريق وشنو هي النقطة اللي كانت تخص باش يسجل الهدف في المباراة؟ From the game today you've seen that you've missed so many chances to score goals. Certainly you played better than the opposition, but what was missing during this game for you to score goals? What was missing? It's a football, no? Also special the pitch, it's the ball very fast. One mistake, it's crazy situation. One mistake for pass, one counter-attack. Then the most important, your creation, lot of chance. You know, for score, you know, it's difficult for talk about that. But the other side, there's a goalkeeper, there's a defender. It's difficult. It's not easy score. And here is a court القدم. طبع أرضية الميدان كانت فيها صعبة مع نزول الأمطار اليوم، يعني كانت فيها خطر في كلا الجانبين. لكن تلعب 11 كرة، 11 في حراس المرمى، في دفاع اللي كان يقاوم يدافع المرمى دياله. لكن خلقنا الشيء الجيد لنا والإيجابي احنا خلق الفرص، يعني في المستقبل ان شاء الله نكون ان شاء الله من تسجيل اهداف اداء احسن. يعني سؤال انا السلام عليكم كوتش شودر صاحب انتر نيوز. كوتش الفريق سدد 15 تسديدة وكانت فقط 5 تسديدات على المرمى، ورغم هذا قمت بتغييرين بإقحام مهاجمين هما باكير وجالو في الدقيقة 92. هل ممكن نقول أنه الفريق كان يبحث يعني على التعادل بما أنك أقحمت مهاجمين في الدقيقة 92؟ هذا هو السؤال اللي صار. In this game you had 15 shots, 5 shots on target, and you made changes in the 92 minutes, you know, entrance of Bekir and Jalou. Can we say that you were looking at the end of the game for the draw, or was it something else? No, no. All the team come inside for win the game. That's our philosophy. You start to win because that you creation a lot of opportunities. If you're not that, you stay back. But no, you play. That game, it's open game. It's not a game to close. The both team they try to score. Any, and. About Bakir, talk about Bakir. Bakir and Jalou coming in at on 92 minutes. Yeah, because you know you lost some players in the midfield because they put more 5 players in the midfielder. They try to play faster counter attack. They put two midfielders very faster and two wingers, and also
Caraba, it's very fast player. They wait for us coming to go to counter-attack. Then you have to put players fresh to press them more in the middle and equalize the number of the players in the middle. يعني بطبيعة الحال كل الفريقين لعبوا من أجل الفوز. لذلك خلقنا عدة فرص. ما كانش لعب من أجل التعادل. أردنا الفوز وكانت لنا فرص باش نفوزوا. لسوء الحال لم نتمكن من التسجيل. أما بالنسبة للتغييرات اللي حدثت يعني الفريق المنافس اللي قدم وحط يعني ضع عدة لاعبين في وسط الميدان مما أجبرنا على إقحام لاعبين يعني يكونوا يعني داخلين فريش. ينجم يقدموا الدعم وخلق مساحات اللاعبين اللي كانوا الاهلي اللي كانوا يبحثوا عن اللعب على الكره المضاده. Thank you coach, thank you everyone and good luck for the rest of the competition. Thank you. واضح ان طبعا رضا مستر كولر عن التعادل النهارده بسبب الظروف اللي احيطت المباراه. واضح ايضا ان مستر بكده يعني مستريح ان هو كان بيلعب ضد النادي الاهلي وبطل القاره وماتش صعب ولو ان الظروف يعني تقريبا كانت مايله ناحيته اكتر من النادي الاهلي بسبب الظروف المعاكسه للنادي الاهلي ولكن هو برضو راضي على الاقل النقطه دي طلعته مركز زياده بقى مركزين. المركز الثاني هو كان الثاني عشان فرق الاهداف فهو بالزبط. بالنسبه له بالظبط مكسب بالنسبه له طبعا مكسب لان الخساره كانت هتبعده خالص صحيح. خصوصا ان طالع بره الماتش الجاي في رايي ان الجوله اللي جايه دي صعبه جدا ممكن تحسن وخصوصا ليانج افريكانز ومدياما لانهم اخر جوله هيبقوا الاثنين بره. طيب الجوله اللي جايه ان شاء الله ممكن تحسم الامور لحتى المركز الاول ممكن طبعا النادي الاهلي ان شاء الله لو كسب المباراه اللي جايه دي 9 بونت كويس واخر مباراه على ارضه دي هتدي له افضليه 9 بونت يبقى هو ممكن نقول ان مدياما بعد شويه بالظبط كده يبقى النادي الاهلي هتدي له مش افضليه خلاص هو تقريبا خطوه اقل من خطوه مدياما كمان خارج بره بالظبط راح يقابل شباب اخر ماتش بلوزداد فبرضه على حسب نتيجه بلوزداد ويانج افريكانز ويانج جاي لل بالظبط انت فاهم ازاي شباب بلوزداد راح ليانج افريكانز واخد بالك الجوله الجايه ده ماتش حاسم ليانج افريكانز بالظبط كده فهتبقى مشكله كبيره جدا لمدياما ويانج افريكانز الماتش الجوله الاخيره صحيح الاثنين طالعين بره فالنادي الاهلي ان شاء الله لو كسب ظروفه هي الافضل ظروف ان شاء الله لو كسب عايز اقول لك حاجه اللي جاي انت حتى نقطه التعادل يعني بره مع مدياما هتبقى بالنسبه لك الصعوبه يعني خد بالك هتحطك على راس المجموعه انت عارف الصعوبه يا بلال ان كله دلوقتي لا الا لو يانج افريكانز كسب بشباب بلوزداد انت محتاج ان هو يكسب بقى الماتشين لا انا بقول لك الجوله الجايه هيبقى النادي الاهلي لو تعادل برضه الاول انت عندك مين الماتش الاخير هيبقى اول برضه عندك مين الماتش الاخير يانج افريكان كابتن انت عندك يانج افريكان الماتش الاخير على ملعبك يانج افريكان عشان كده بقول لك هتحطك انت على راس يعني خلاص يعني الناس هتكسب يبقى انت الاول خلاص يعني انت النقطه المباراه اللي جايه تخليك تصعد اول صح بلا منافس لازم تكسب الماتش الاخير طبعا ان شاء الله مش هتكسب الماتش الاخير لا انا عندي امل ان احنا نكسب الماتش الجاي ان شاء الله ماشي انت لو كسبت الماتش الجاي يبقى خلاص صعب 90% خلاص 9 بونت صعوبه المجموعه دي كلها انها ايه الفرق بسيط جدا يعني مفيش حد زي المجاميع الثانيه مثلا في فرقه قوي خلاص عدى من دلوقتي خلاص انت عارف احنا ايه اللي فرق معانا النقطه بتاعت النقطتين اللي احنا ضاعوا مننا على شباب بلوزداد هنا على الارض هم دول اللي فرقوا معانا عشان كده كنا احنا الاحق بصراحه في دوري المجموعات ده لازم ماتشاتك على ارضك لازم تكسب ان شاء الله تفرق كتير قوي عشان الاسباب الكتيره بقى بتاع السفر والملاعب والقصص والضغط والحاجات دي كويس كابتن عادل خلينا بقى نتكلم على المباراه اللي جايه استعدادات مستر كولر ليها اكيد هو بيشتكي ان مفيش فتره طويله ما لعبش مباريات صح كويس نفس الكلام اللي اتقال يجب انه يستثمر المباراه دي باجهزيه اللعيبه اللي لعبوا يلعبهم تاني بمعنى ان هو يعني لازم حته التدوير ده او يعني يقلل منه كتير لازم يثبت تيم لانه السنه اللي اتالق فيها كولر وخد فيها الاربع بطولات ثبت التيم في المرحله الاخيره فيجب انه يثبت التيم عنده
كويس. بالذات حتة نص الملعب. يجب دخول في نص الملعب مجدي قفشة يبقى دائما جوه الملعب. لأن محمد مجدي قفشة بيقدر يديك اللي هو عايز أقول لك إيه، بيقدر يخليك تمسك كرة كويس. بيقدر يخليك تلعب كرة كويسة. الحاجة التانية رضا سليم لازم يلعب مكانه ناحية اليمين. عندك بيرسي تاو لما يرجع ممكن يلعب في الراس حربة، ممكن يلعب في الناحية اليمين برضو والشمال. مش هو لعب مع منتخب جنوب أفريقيا في الناحية الشمال. لكن 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 اللي هو اللي يجب انك انت لازم تعمله انك تستغل دفعة المباراة وجاهزية المباراة دي بتشكيل يكون قريب من التشكيل ده، ولو يكون اللي انت نهيت بيه بس مش اللي نهيت بيه خالص. يعني انا بتكلم على النادي الاهلي عنده لعيبة كويسة قوي، اكيد بيرسي تاو هيكون جهز، اتمنى ان شاء الله وان شاء الله يكون ارتاح وجهز وهيلعب. بيرسي تاو هيديك قوه كبيره، رضا سليم من البدايه يديك قوه كبيره، مجدي قفشه يديك قوه، عندك دلوقتي عمرو السولي. يعني مفيش مانع، مفيش داعي انك انت تخلق لعيب في وسط الملعب جديد زي اكرم توفيق. يعني انت عندك لعيبه كتيره قوي في النادي الاهلي في نص الملعب تقدر تشتغل بيهم كويس، زي عمرو السولي وزي محمد مجدي قفشه، من اللعيبه الكويسه قوي اللي تقدر تلعب بيهم في نص الملعب. صحيح. فبلاش حته اكرم، يمكن اكرم حته البكره. وعندك يعني كمال عبد الواحد لما يجي لك بس ده في الدوري بقى، مش لما ايوه لما يبقى في الدوري. لكن انت بتتكلم على انك انت تقدر تلعب وتخلص المباراه القادمه لانها مهمه جدا. حته المباراه الاخيره في بطوله افريقيا في يانج افريكان فرقه كويسه بتلعب كره كويسه وبتلعب بره كويس. صحيح. فهيبقى فيها خطوره، فانت يجب انك انت تنهي من المباراه القادمه. المباراه القادمه لو نهيتها تعادل وخدت بونت تاني يبقى انت لازم تكسب يانج افريكان ان شاء الله. نكسب المباراه لو كسبت، مفيش فرقه عندك فرصه، مفيش فرقه هتسلم الرايه غير اخر مباراه الجوله الجايه اخر مباراه. هي دي صعوبه القصه. لو خلي بالك المجموعات قويه جدا. انا يمكن عرقت عليها كده. ايوه. انت في فرق رجعت تبقى كويسه زي اسك. صحيح. اسك رجعت تبقى فرقه جيده جدا، تربع الفرقه من انا بيترو اتلتيكو المنتخب اللي خد. انت عارف بس انت عارف يا كابتن عادل، انت عارف ان سان داونز الثاني في مجموعته. طب تعالوا نشوف الكابتن سامي قمصان قال ايه وبعدين نرجع نتكلم في المباراه تاني. خلينا نشوف الجانب الايجابي. الحمد لله النهارده في المباراه، النهارده انت بتحقق النقطه وتصدر بيها المجموعه، ودي حاجه الحمد لله من الحاجات برده الايجابيه بالنسبه لنا. يمكن الاداء بالنسبه لنا ما كانش احسن حاجه، وده برضو ليه عوامل كبيره بالنسبه لنا. لعيبه بقى لنا فتره كبيره جدا بعيد عن المباريات، يمكن حتى حسيت المباريات الوديه ما بتبقاش زي المباريات الرسميه. يمكن فرقه بلوزداد بتلعبت حوالي 6 أو 7 مباريات قبل المباراه ديت، اديتها افضليه طبعا في الاداء. لكن برضو النهارده اللعيبه كافحت على قد ما قدرت يعني النهارده، ووصلنا وكان نقدر ان احنا نسجل هدف، خصوصا في الشوط الاولاني فرصتين سهلين جدا بالنسبه لنا سواء طاهر او حسين. حتى الشوط الثاني برضو جات لنا فرص، انا اعتقد لو كنا قدرنا نجيب واحده منها كانت هتدينا افضليه. في المقابل برضو هم يعني اضعاف، بس فرصنا اعتقد اللي كانت اخطر شويه منهم يعني. فاعتقد الحمد لله النتيجه بالنسبه لنا كويسه. ويمكن برضو احنا لو نفكر السنه اللي فاتت والدروب اللي حصل لنا في دوري في المجموعات، اعتقد النهارده برضو تجربه كويسه بالنسبه لنا ان احنا مش عاوزين نحقق او مش عاوزين نرجع لنفس اللي حصل السنه اللي فاتت. النهارده الحمد لله النقطة بتخلينا مصدرين المجموعة، وعندنا مباراة بقى جاية إن شاء الله نقدر نركز فيها ونحسمها بشكل أفضل ويكون أداءنا إن شاء الله أفضل بإذن الله. خلاص ماتش شايف مش مباراة مهمة طبعا، عندنا مباراتين، مباراة في أرضنا ويانج ومباراة برا أرضنا. أعتقد الحمد لله برضو ماتش النهاردة ادينا برضو يعني دخلنا في أجواء أكتر وحسست المباراة أفضل نركز فيها. اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه بس ان شاء الله تحسم يعني المجموعه وموقف المجموعه ان شاء الله. شفنا الكابتن سامي قمصان طبعا راضي عن برضو نقطه التعادل، وعدد برضو الاسباب والظروف اللي صاحبت النادي الاهلي او الظروف المعاكسه اللي كانت موجوده قبل المباراه، ونقطه تعتبر نقطه ايجابيه. تعالوا نروح نشوف مره ثانيه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمصاحب للفرقه قال ايه بعد المباراه. طبعا النادي الاهلي دايما احنا عايزين المكسب يعني، وهو ده قدر النادي الاهلي ان اي ماتش لازم
تنزلوا لازم نكسب الماتش يعني، ده كعادة النادي الاهلي وعادة الاهلاويه. ومع ذلك الحمد لله في ظل كل الظروف المحيطه الفرقه بقى لها كتير التوقف كان موجود، في نفس الوقت الاجواء نفسها والمطر وال يعني حاجات كتيره قوي طبعا كده، ومجموعه الغيابات اللي في الفريق، ومع ذلك اللي كانوا موجودين لعيبه رجاله وقدم عليهم والحمد لله على النتيجه. تمت كعاده النادي الاهلي، النادي الاهلي في سيستم استاذ محمد الجرحي اخويا وزميلي هو رئيس البعثه، الحمد لله كل الامور كانت على اعلى ما يكون. السفاره قامت بمجهود طيب معانا، معالي السفير كان بيتواجد معانا كتير، في نفس الوقت اللي هو الدور الدائم لرئيس البعثه وما بيكون مرافقين للبعثه ان احنا تسهيل اي حاجه بيحتاجها الفريق او البعثه نفسها كلها، وكل ده كان الحمد لله كعاده النادي الاهلي ماشي كويس جدا، وفي النهايه توفيق الحمد لله ان شاء الله خير. عاده النادي الاهلي لعيبه متعوده على السفرات الكتيره ورا بعض، على ان بيبقى فيه رهاب جامد ومع ذلك بيأدوا كابطال، فكلنا مطمنين لان ده هو النادي الاهلي ودي جينات لعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله خير ويا رب نتوج بالبطوله ان شاء الله، يبقى حاجه ترسم البسمه للجماهير الاهلاويه. فرصه برضو اشكر كل المصريين والجماهير الاهلاويه المقيمين في الجزائر اللي سواء كان على اتصالات معانا على طول وفي طلبات التذاكر وحضورهم المباراه، كل ده كان جزء كبير من الدعم، وان شاء الله البعثه كلها توصل بالسلامه وان شاء الله الاتصالات تبقى جايه. انا معترض على اللي انت قلته طبعا نفس الكلام، وبرده بدأها الاستاذ طارق قنديل ان هو طبعا مش من عاده نادي الاهلي ان هو بيبحث عن التعادل، التعادل ما بقاش مكسب بالنسبه له، ولكن في الظروف دي نقطه تعتبر نقطه ايجابيه. ايوه ما حطيتك على المقدمه. مظبوط طالما النقطه حطيتك في المقدمه تبقى نقطه ايجابيه. صحيح. لا وانت ما تنساش انك بتلعب بره ملعبك وبتعطل اهم، وده المنافس المباشر بالنسبه لك. المنافس الاول المباشر بالنسبه لك، دي حاجه مهمه طبعا. ولكن الفكر والفلسفه بتاعت مستر كولر في التعامل مع مباراه اليوم ممكن تختلف المباراه اللي جايه اكيد بطريقه اللعب قصدك. بص خد بالك المنافس مختلف، طالما المنافس مختلف تمام يبقى انت بتتكلم ان الطريقه هتبقى مختلفه، ده وضع طبيعي. خد بالك اهم حاجه ايمن ايه ان هو دلوقتي النهارده غير كام، خمس لعيبه النهارده التغييرات ولا اربعه؟ فين التغييرات النهارده؟ خمسه ولا اربعه؟ غير خمسه مع ال10 الموجودين الاساسيين يعني اللعيبه، انت بتتكلم هو شاف وقف على حاله 15 لعيب. الماتش اللي جاي فرق اسبوع وفي سفر وكده ومفيش ماتشات بينهم. ايوه حط اجهز ناس لان واضح ان الفروقات بسيطه طبعا. حط يعني اهم حاجه او الحاجه الاساسيه حط اجهز ناس، وزي ما عادل قال ما تغيرش في اماكن الناس خلال الفتره دي. حشيش الثبات كمان مهم قوي. صحيح ثبات الفريق، واحنا شفنا قبل كده كاس العالم للانديه وشفنا السوبر وشفنا البطولات اللي قبل كده. طيب بس هو بيصرف بس خد بالك الراجل ما غيرش كتير يعني النهارده. مين هو مغير؟ هو غير اضطراري عنه يعني. هو ما غيرش اجباري، هو غير اضطراري. صح فاهم قصدي؟ يعني النهارده غير اضطراري اجهاد واصابات بس هي بس الفكره كده ان 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 رضا بس كان هو المفترض كان هو اللي يلعب ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، هي دي بس. صحيح. دي يعني صحيح. طيب شرفنا دلوقتي الكابتن ناصر عباس خبيرنا الدوري في التحكيم علشان بقى يقيم لنا اداء تحكيم مباراه اليوم. تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن حشيش، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. خلينا نتكلم عن الحكم في النهارده مباراه صعوبه متوسطه. كابتن ايمن وانا كلمت قبل المباراه وقلت الحكم لعب في بطوله الامم الافريقيه لعب مباراتين فقط في دور المجموعات، وما لعبش ولا في دور ال 16 ولا في دور الثمانيه ولا في دور الاربعه. نتيجة الأداء أعتقد أداء تحكيمي ما كانش عالي قوي. النهاردة في وجود عدم تقنية الفار حواليك على أربع حالات تحكيمية أنت حضرتك هتستغرب على معاييره في احتساب المخالفة ومعاييره في إشهار البطاقة الصفر. وعندي لقطة تانية في التحرك والتمركز، يعني عاوز أقول المستوى التحكيمي في مباراة سهلة ما فيش فيها اختبارات يا كابتن ماهر. صح ما فيش فيها اختبارات خالص. صح مباراة داخل الصندوق ما فيش اختبارات، ومع ذلك هناك اخطاء تحكيميه موجوده نتيجه تقدير غير صحيح في المخالفات، تقدير غير صحيح في العقوبات الانضباطيه، ايضا كمان في القراءه
للعب كان بلال ما كانش جيد فيها. خلينا نشوف معياره في حساب المخالفات في البطاقه الصفر. اول حاله بلال او حشيش نشوفها كده كابتن عادل نشوف اول حاله معانا نجيبها نشوف. كابتن احمد ايه رايك؟ دي كان لمروان عطيه اعتقد دي 10 باخده دي اول حاله. وده بنقول هنا في الشخصيه التحكيميه مش موجوده كابتن حشيش. دي 10 بهذا الشكل ده طرد ده كارت احمر لم ينذر لم يشر. انا بقول لك لاضعف الايمان البطاقه الصفراء تطلع ولو التقنيه موجوده الفار كان هيجيبه. صحيح كابتن بلال صح. دي في دقيقه 10 انا مش جايب صوره من عندي على فكره في صوره المباراه دي في دقيقه 10 هنا احتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه الصفراء للاعب بوليسداد. دي اول حاله انا بس عامل مقارنات ما بين الحالات. شوف الحاله اللي جايه مهمه ولحظه ارتكاب المخالفه الصوره عندنا بس لو فيه معانا لحظه ارتكاب المخالفه. وهنا هنا امام عاشور طالع من التلت الدفاعي كابتن بلال كابتن ماهر كابتن عادل وفي هنا لعيب بورزات في داخل منطقه جزاء النادي الاهلي وهنا امام رايح معدي رايح يعمل ايه؟ هجمه واعده هجمه واعده مفيش فيها كلام بقى دي طبقا للمعيار يا كابتن بلال كابتن حشيش هيديله ازرق هيديله ازرق بعد كده يا كابتن مفيش هنا مخالفه تاني نجيبها كده هيديله ازرق بعد كده وهو اللاعب هنا بيحط رجليه تعطيل الهجوم سامحني ايوه هنا هنا تعطل ومع ذلك هنا احتساب مخالفه وما شهرش البطاقه الصفر. الحاله الثالثه وانا بتكلم على مباراه سهله تحكيميا اتفرج يا كابتن ايمن كابتن عادل شوف الدخول واسلوب الدخول بالستارز رجله عاليه عاليه وهنا في مخالفه على الاقل اقصى درجات التهور لم يشر ثلاث حالات تحكيميه ورا بعض ده غير في حالات ثانيه. تعال شوف الانذار ده مروان عطيه هنا مروان هنا ماسك لعبه مش ببرر دي في نص الملعب يعني ماسك في نص الملعب يعني مفيش بدري. مش لسه بدري لسه بدري وهنا راح مدي البطاقه. هنا اختلاف المعايير بالنسبه للحكم دي اول حاجه بنحسب بيها الحكم او بنحاسب بيها الحكم ازاي يبقى عندك معيار اشهار البطاقه كابتن عادل في احتساب المخالفات في مباراه سهله تحكيميا مفيش فيها اختبارات داخل الصندوق ومع ذلك هذه الاخطاء اللي كانت موجوده ده تدل على ان الحكم فنيا ما كانش. وبعدين يا كابتن في نقطه يعني الكره اللي شفناها في اول حاله انت جبتها اللي هي الستارز دي بالستارز انذار ولما قفشه زق الكره كده بالظبط ده قفشه ده قفشه كابتن الكره كانت ناحيه تماس وهو زقها حتى يمكن ما فيش تعطيل لعب راح مدي الصف. انا بتكلم على انذار ودي انذار نفس العقوبه انذارين قفشه وانذار مروان بالقياس بالثلاث حالات دولت لا كده انت حكم لا شخصيه التحكيميه ما كانتش موجوده انت اتاثرت بالجمهور وبعامل الارض في هذه المباراه. اخر حاله معانا كابتن بلال يعني انت النهارده عملت حاجات غريبه جدا حكم النهارده كابتن شوقي. بص يا ايمن شوف الحكم شوف ما عندوش قراءه ليه حتى اسلوب اللعب امتى انا اكون موجود وامتى ابعد عشان الكره ما تصدمش. هنا في هجمه ومع ذلك هنا دخل في محيط اللعب ولا عرف يتحرك البوزيشن بتاعه بالظبط. ودي اول حاجه بنحسب بيها الحكم بلال. انا النهارده لو حكم طب قول لي طب نعمل ايه؟ انت لازم يكون عندك قراءه مستقبليه لان الكره دي هتيجي هنا يبقى المفروض انا كحكم اوسع عادل وافتح زاويه واوسع طرق اللعب. هنا الكره جت فيه في هجمه وهو حتى كمان في الاسقاط بقى متحاير كابتن حشيش عارف يعمل ايه مش عارف يدي مين الاسقاط من كتر عدم التركيز فين وفين لما افتكر ان ديت للنادي الاهلي عمل اسقاط للنادي الاهلي بس ما خبطت فيه. مجمل بنقول مباراه سهله تحكيميا الحكم صعبها على نفسه نتيجه الاخطاء اللي هي متكرره في المباراه ولكن الحمد لله الحمد لله كابتن ايمن ما كانتش اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه ولو الفار تاني موجود كانت اللعبه الاولى لمروان كان على الاقل كان فيها بطاقه حمراء يعني صحيحه. اتمنى التحكيم بدون تقنيه الفار في المباراة اللي جايه لان نقطه بتفرق كتير جدا يا كابتن ايمن. خلاص دخلنا بقى على المرحله الحاسمه بالظبط. شكل عام التحكيم اعتقد تحكيم متوسط في مباراه سهله بنقول ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه القادمه يخلص ان شاء الله ويخلص. وبعد كده يا كابتن ناصر يعني بصراحه اشدنا بجميع الحكام في البطوله الافارقه لا بطوله الحكام المصريين بصراحه عملوا بشكل عام عملوا حاجات وحطوا بصمه كابتن ايمن في البطوله ونتمنى ان شاء الله في 2026 نلاقي طاقم تحكيم بالكامل مصري اتعمل ليهم حفل مع الوزير تكريم واتحاد الثقافه العربيه عمل تكريم ليهم اتمنى ان شاء الله الاستمراريه ولسه احنا ان شاء الله باذن الله منطقه القاهره
هتكرم الحكام برضه تكريم مهم جدا يا كابتن. مهم جدا لان احنا زي ما اقول لما الحكام بتجيد يا كابتن ايمن بنشيد بيها. لما بيكون في اخطاء بنطلع نقول في اخطاء. هو ده التحكيم ومحدش يزعل. وده جزء مهم جدا في تطوير المنظومه. بالظبط كده. لما يكون في سلبيات بنطلع او ما يجب تطويره في اداء الحكام بنطلع نقول ومحدش يزعل مننا. اللي احنا لما انتوا بتجيدوا بنشيد بيكم. وطبعا كابتن حشيش منطقه القاهره طبعا سباقه في ان هي تعمل لهم حفل. اتمنى انك انت كابتن حشيش تعزمنا على ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن نصر. شرفتنا يا كابتن. خليك. طيب كابتن بلال كنت بتتكلم على المباراه اللي جايه وفكر مستر كولر ان هو ممكن يتغير في مش طريقه اللعب التشكيل. ممكن يلعب في التشكيل شويه. بص يا كابتن يعني النهارده 4-3-3 بوجود اكرم ومروان 2-6 مع امام عاشور اعتقد مش هتحتاجهم الماتش الجاي. ما اديتش النهارده المردود بس عشان ظروف المباراه ممكن ظروف الغيابات ممكن بالظبط. خد بالك يعني ممكن. بس انا يعني في نقطه مهمه جدا يعني انا برضو عايز الفت وجهه يعني نظر فيها. انت برضو خد بالك انت بره ملعبك مش قادر تجازف وتلعب بواحد 6 بس تمام. مش قادر او مش عايز. ممكن يكون مش عايز او مش بلاش مش قادر مش عايز تجازف وتلعب بواحد 6 بس تمام. المهمه دي خد بالك ممكن يقوم بها لعيب واحد فقط لا غير. حته انك بتلعب بستة وبعدين عايز تلعب اكرم توفيق. اكرم توفيق مش هيلعب مش هيديك 8 مش هيديك من من بوكس تو بوكس مش هيديك الحته دي. فانت انت واحد بس يقدر يديك الحته دي بشكل كويس يعني او يقدر يديك الحته دي لان هو التغطيه بتاعته بتبقى تغطيه عرضيه في معظم الاوقات. بينزل يساعد مع الاثنين السنتر باكس ويديك التغطيه العرضيه اللي بالظبط كده اللي التغطيه اللي على الباك الباك الرايت باك والليفت باك. فكون انت تلعب 2-6 ده بيقللك واحد في نص ملعب من وجهه نظر شخصيه في الحته الهجوميه وكمان في الحته الدفاعيه. انت عايزه يلعب ازاي بقى؟ يلعب واحد بس يلعب 1-6 كفايه تمام. خد بالك امام عامل لك فارق كبير جدا من وجهه نظري الشخصيه. لما يبقى فارق فعلا طبعا بيعمل لك فارق كبير. هو بيقوم بحته 8 بالسمت بتاع 8 و10 كمان في نفس الوقت لانه بيكمل في الحته الهجوميه. فانت ممكن خد بالك تستعين بامام وتستعين بمارون يبقى الاثنين موجودين في نص ملعب فقط لا غير. ويبقى عندك يعني وجهه نظري يعني وجهه نظري الشخصيه وتدي لا مش قفشه مين. لا لو لعبت بقفشه وامام عاشور الاثنين تمام انت كده برضو عندك اثنين لعيبه يعني بلاي ميكرز في الفرق. لا انا عايز تلعب بشادو سترايكر وجهه نظر. انا ليه وجهه نظر في الحته دي تلعب بشادو سترايكر وسترايكر صريح واثنين وينجرز تمام هتتفوق بشكل كبير جدا. شادو سترايكر يعني انا اقصد اقول انك ممكن تستعيد ممكن ببيرسيت او في الحته دي تمام وتلعب برضا سليم والشحات او تلعب بلاش 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 بيرسيت او تلعب بحسين الشحات في الحته دي وتلعب ب ب ب ب برضا سليم وتلعب ببيرسيت او وتلعب بسترايكر ماشي اذا كان مودست او تلعب بكهرباء بس او رضا سليم تمام ايا كان بس رضا عشان سريع بالظبط سريع تمام وعايز دايما انطلاقات فهو بالزبط. ده اللي ممكن تحطه ناحيه على الوينج. لكن اللي ممكن يقدر يلعب في الحته دي هو حسين الشحات افضل واحد ولعب الحته دي قبل كده واجاد فيها قبل كده الحته دي فتستعين بيه كشادو سترايكر تمام ويبقى عندك زياده عدديه هجوميه وتقدر كمان تستحوذ في نص ملعب بشكل كويس. انما فكره انك تلعب ب 2-6 دي اعتقد بتقللك كتير في نص ملعب في الحته الدفاعيه وكمان في الحته الهجوميه. صحيح. طيب يمكن لعبها النهارده ايمن يمكن لعبها النهارده عشان الظروف الظروف اللي احنا والغيابات والغيابات ورضا مش جاهز وما لعبش قبل كده وصعوبه الماتش خلي بالك طبعا ما انا بقول لك الماتش ده مختلف عن ميدياما شويه بالظبط كده لان هنا اتقل شويه من يعني خلي بالك حاجه برضه اتفضل مع الفارق ميدياما بقى انت رايح على اجواء ثانيه خالص. هنا كان في مطر ممكن هناك تلاقي بقى الرطوبه بقى الملعب ممكن يكون سيء انا معاك معاك خد بالك انا معاك انا معاك طيب كابتن معانا بعض الحالات نشوفها فضل. ماشي ده في الدقيقه 18 يا كابتن ماري يعني تقريبا في بدايه المباراه يعني كابتن بشكل كبير والنهارده كان واضح ان احنا كان عندنا انتشار في التلت الهجومي في بعض الحالات كان موجود انتشار جيد يعني النهارده اثنين موجودين داخل منطقه الجزاء ومسدد من وسط الملعب جايه من خلال دي الكره اللي احنا دي الكره اللي احنا قلنا ان هي تتلعب على طول بقى على الشمال بتاع طاهر محمد طاهر اللي كان ايوه واقف عشان يكمل
يخرج ده بره. احنا كلنا قعدنا نقول في وقت واحد ممكن نرجعها من قبلها. ايوه بالظبط هي كده. يعني الباص بتاع حسين الشحات في العمق بشكل كبير جدا ضرب بيه الثلاثه بتوع خط ظهر. طبعا وبعدين التحرك بتاع طاهر كمان كويس. اتجاه جدا جدا هايل. صحيح. لكن نهايه الهجمه بقى يا ايمن هي اللي اختلفت. احنا كلنا نقول ايه؟ قلنا يا رب يشوت. صحيح. يا رب يشوت. وبعدين هو عمل عكس اللي احنا قلناه. مظبوط. رجع بالكره تاني فعد رجوعك للكره تاني بتدي فرصه للمدافع عايز يعدل موقفه. يعني هو واخد قرار واثق من نفسه وراح يشوت. راح يشوت جيب جول. بالظبط كده حشيش. دي الكره بتاعت حسين الشحات. طب نكملها بقى. دي الكره اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت حسين الشحات يا كابتن حشيش. اللي احنا قلنا لو يلعبها وهي جايه مره واحده بالظبط هو يمكن حب يضمنها اكتر انه وقف. تعرف الكره لما بتوقفها برضو غير وهي جايه بس انا جايه لي على يميني احطها مره واحده. هي طبعا انا ببرر تصرفه ان هو عايز يوقفها يضمن اكتر. انما هو جايه زي ما بلال قال في البدايه خالص وهي جايه حطها على طول. عايز اقول لك حاجه. انا عايز اقول بلال هي دي في الضيقه او حطها في البعيده او هي دي الكره اللي بلال قال عليها. انا هنا حسين الشحات غير كريم. حسين الشحات يعني بقى له سنتين ما شاء الله حاجه جميله. اهداف هداف. صحيح. وحتيته يا كابتن ماهر شغلته كمان حتيته الحته دي ناحيه اليمين بيجيد قوي في الحته دي نقدر نعاتب فيها حسين الشحات. دي كوره يا كابتن عادل لامام عاشور تصويبه على المرمى. وبرده كان يعني النادي الاهلي كان ليه وجود هجومي في الشوط الاول. النادي الاهلي كان يقدر يكسب النهارده فرقه شباب بلوزداد لو كان حاطط في دماغه او كان لعب مباريات قبل كده وعنده جاهزيه اللعيبه. لو كنا يعني لو بيرسي تاو كان موجود. رضا في احسن حالاته. رضا سليم في احسن حالاته. جاي كهربا دي اصابه طويله. كهربا متواجد. كنت تقدر تكسب لان الفرقه واضح على شباب بلوزداد ان هي فرقه ممكن تكون هجوميا مش بطلين لكن دفاعيا حتى سرد باكين ضعاف جدا. لا رجع لي الكره دي تاني. رجع لي الكره دي تاني. على الـ 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 لا ممكن نرجع الكره للقطه اللي قبلها. ماشي نكمل. يعني دي اكرم توفيق حط الباص في ناحيه اليمين كويس وبعدين راح بس كده. بس اثبت هنا انت بتتكلم على طاهر. انا بتكلم ان الكره ما تتلعبش خلاص لهاني او ما لعبهاش خلاص ناحيه اليمين. انا اقوم بالكره يعني مثلا علي معلول اهو. حتى علي معلول رافع ايديه او حاطط ايديه بالجنب لو هي بس اتشاف فيها علي معلول كان ممكن تتلعب عليها. ممكن اقول حاجه فعلا. ممكن اقول حاجه برضه. انا بلاحظ في الكور دي وكررت اكتر من مره الراجل اللي بيرفع الناس برضه اللي واقفه ما بتسهلش يا ايمن. لازم يبقى في تحرك للناس اللي قدام. واحد بياخد المدافع ويجري على القريبه عشان لو عدت التاني تبقى سهله. انما كله واقف مستني الكره تجيله عنده. بس في نقطة وفي نفس الوقت الناس اللي بترفع بترفع وخلاص ما تحطش لواحد بعينه. بص يا كابتن مشيش انت بتتكلم. لو شفت الصوره دي ثبت الصوره دي يا برجاو بعد اذنك. شوف تقدر تقول ان دي لقطه فرقتين ناشئين. التنظيم. بص الوقفه. التنظيم. انا بكلمك بجد. انتشار غير جيد. بص الانتشار عامل ازاي. بس هي الكره دي انا بتكلم على فرقه بلوزداد ناشئين. ولا ماسكه. انت فاهمني. مفيش حد ماسك خالص. مش ماسك خالص. يعني فرقه النادي الاهلي ها هو اللي بيهاجم. بس هو اتصرف ازاي فيها. اتصرف ازاي فيها علي معلول. نكمل اللعب. هقول لك كابتن بس قبل اي حاجه يا كابتن امام موجوده. اسمع يا كابتن ايمن واللي جنبه قبل موجود. اي حاجه انت بتتكلم على فرقه دفاعها عشوائي. يعني بص واقفه ولا واحد مراقب وفي مساحات عادل فاضيه. عشان كده عندنا مشكله واحده انك انت يجب النظره قبل ما الكره تجيلك تسهل عليك اللعب. هي دي النظرة. أيوة. طب حنقول كانت لو النظرة جت يا كابتن ماهر بسرعة كانت اترفعت للي فاضي لانه كلهم واقفين غلط. طب انت انتشارك هجوميا ما انت اتكلمت على موقفه هو الدفاعي في الانتشار غير سليم. طب احنا انتشارنا بقى هجوميا برضه مش جيد. بالظبط. برافو عليك.
احنا كمان حتى انتشارنا ده اللي انا بقول عليه يا كابتن. ليه يا كابتن انتشارنا مش جيد ليه يا كابتن؟ بس انا شايف ان اللعبه الانتشار لا اقول نرجع اللعبه تاني معلش لو هو هيعمل علي معلول هاف لا 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 اما الكوره كانت في رجل علي معلول علي معلول لو هيعمل هاف كروس لان هو علي كان واخد القرار انه يعمل الكروس يعمل اوفر مع ان هو عنده لا كان عنده اكتر من حل لا لا دي كوره هاني دي وحتى هاني عايزين كوره علي معلول حتى هاني في اللعبه اللي فاتت الانتشار بتاعنا غير جيد يعني لسه شمال افريقيا بص يا أيوة ايمن بص يا ايمن انت النهارده مهاجم بس اللي داخل الصندوق مهاجم واحد هيا كابتن ايمن لسه الى الان الحمد لله الكره العربيه كلها بتعتمد على الكروس العادي في اوروبا دلوقتي الكروس ده ما بيتعملش الا على مضى الكروس بيتعمل ازاي تعمل لتحت اللي جاي من خلف لا واحد جاي من خلف زياده عدديه فضامن انه عشان ضامن محطوطه صح ايوه صح صح كابتن عادل بص انا اسف يعني انت ما عندكش حد بيلعب دماغك بالظبط لا انا عايز اقول لك الوحيد طيب النهارده هاني اصل انت قلت على هاني من شويه كابتن حشيش اتكلم في هاني الكروس بتاعه لا كابتن بص مشكله كبيره جدا انت ما عندكش يعني حسين شحاته ما لعبش دماغه بيرست ما لعبش دماغه انت ما عندكش ولا واحد بيلعب عندكش ولا لعيب ما لعبش مودس بس ما لعبش بقى لا لازم تعلم الناس على دماغك كابتن لا لازم يعني تعودهم في الحاله دي لغايه ما نعلم الناس يبقى انت مش هتعمل على اطراف كابتن محمد انا دلوقتي ما عنديش حد بيلعب بدماغه كويس ما كترش من الكرة بالظبط اعمل اختراقات بقى اختراقات كلها احنا كفرقه او تصوير عادل او حسين الشحات الكابتن الكره اللي حطها فوق العارضه دي حسين الشحات من افضل اللاعبين في الكرة المصريه اللي بيعرف يثبت المدافع ويحطها في الحته كل جوان حسين الشحات اخرها اتحاد جده صح الكره اللي عملها كده 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 وحطها من فوق الجون حسين الشحات انا عايز اقول حاجه يا جماعه بس اصل انتوا بتتكلموا على جمله اختراقات من الاطراف اسمها هاف كروس او اوفرلاب فيها خلق مساحه ولازم يتعمل كروس لكن انت الانتشار الهجومي من خلال لعبتك مش مظبوط مبقاش واحد لازم واحد لو من ناحيه اليمين واحد على القريبه واحد على الوسطانيه بقول التحركات بقى اللي بتسهل على البعيدة. صاحب القرار ايمن راجل مهاجم وبلال مهاجم يقول لك عشان لو عدت الاولاني تلاقي الثاني لو عدت الثاني تلاقي الثالث لكن النهارده انت بتخلق لنفسك واحد بس هي مشاكلنا ان انت ما عندكش النزعه الهجوميه ما عندكش القلب تروح عشان تقدر تجيب جول ما ده بقى اللي انا بقوله لك يا كابتن ماهر لحظه حاجه مهمه انت بتقول علشان لو عدت من الاولاني تروح للتاني لا الكره دلوقتي يا كابتن ماهر اللعيب بيحطها الواحد على دماغه طيب ماشي ما هي كده علشان الانتشار مش لازم احطها لك عاليه هو تلاقي الكره محطوطه على الطرف اليمين يا كابتن ماهر الكره محطوطه على الطرف الكبير واحد ما بيروحش سبرنت على ال 18 واحد بيدخل والتاني بيرجع لورا ليه عشان الكره تتعمل لتحت خلاص ده كمان اللي جاي من تحت كمان يعني الكره ما بقتش في مكانهم زي زمان واللي بيقول عليه عادل واللي جاي من تحت كمان ما بقاش كروس زي زمان الراجل هل العب كروس ولا انزل لتحت صحيح يبقى ما لناش حجه بس هو بلال قال كلمه مهمه ما عندناش كلمه واحده بس يا كابتن حد لا اللي هي بتاعت لا اللي هي بتاعت اللي بيلعبوا بدماغهم ودي ودي خلي بالك خلي بالك دي مهمه جدا النادي الاهلي كان دايما يطلع نهايه الموسم جايب مثلا لو جايب من ال 80 جون او ال 70 جون او ال 60 جون ايهما كان بيبقى جايب منهم على الاقل 30 جون بدماغه صح كابتن ايمن يبقى ده كده كده انت كده حمنع الجمل انت جايب منهم كام اللي بعملها مع الاطراف يعني عدد عدد حلو يبقى كده انا حمنع الجمل التكتيكيه اللي بعملها مع الاطراف في خلق المساحه عشان ادخل الكروس هضطر اروح للاخر الخط ونزل لتحت ايوه فهتتحفظ بالنسبه للخصم لازم يبقى في تنوع طيب تعالوا نرحب بقى بالزميل العزيز محمد الديك ونعرف المواقع والصحافه قالت ايه بعد المباراه بجد التحيه لحضرتك ولكل الكباتن الصحافه في الجزائر وفي مصر تباينت بالنتيجه في ناس اعتبرت التعادل خساره في ناس اعتبرت التعادل بطعم الفوز صحافه الجزائر كلها النهارده اتكلمت بعد الماتش ان فريق شباب الوزداد فرط في صداره المجموعه الرابعه وعقد المجموعه بشكل كبير والحسابات معقده وتم تاجيل الحسم للجولتين المتبقيتين الجوله الرابعه والجوله الخامسه والاخيره في عقد على نفسه يعني بالظبط كده ودايما حاجه كويسه ان هو عقد على نفسه يعني الحمد لله نتيجه الاهلي النهارده
زي ما قال الكابتن بلال منفرد بالظبط. يعني الحاجه الكويسه النهارده نتيجه الحمد لله رجعت بنقطه، حافظت على صداره المجموعه بتاعتك، عندك فرصه ان شاء الله في الماتش اللي جاي وفي الجوله الاخيره ان شاء الله. انت ما حافظتش بس، انت انفردت، انت الاول كان معاك بالظبط، لعب اربع مباريات ماتش زياده ولكن نفس عدد النقاط، فكيت العقده بقيه الناس كلها، الثلاث فرق مع نفسهم بقى يتحققوا مع نفسهم على المركز ان شاء الله الثاني ان شاء الله في المجموعه. نبدا يا كابتن بقصه الصحافه الجزائريه. اول حاجه معانا صحيفه الشعب بتقول ان بلوزداد ضاع فرصه تصدر المجموعه قدام بطل افريقيا. النهارده كان الماتش بالنسبه لهم سجال، كانت الفتره الاولانيه تفوق لفريق شباب بلوزداد، الشوط الثاني كان في سجال في الفرص، والنتيجه برغم محاولات الفرقتين الهجوميه الا ان النتيجه خلصت المباراه بالتعادل 0-0، واشادوا كمان بتالق مصطفى الشوبير ان هو كان النهارده بطل المباراه. من صحيفه الشعب الى صحيفه الفجر بتقول ان شباب الوزداد يكتفي بالتعادل قدام الاهلي المصري، وقالوا ان كمان المباراه كانت في بدايتها في تخوف من الفرقتين متحفظين في الاداء، وكان انكماش دفاعي بفرقه شباب الوزداد في الاول، وكان النادي الاهلي كان ليه الافضليه اول خمس دقائق في الناحيه الهجوميه، وزي ما حضراتكم اتكلمتوا كان في اكتر من فرصه للنادي الاهلي في الشوط الاول في بدايه الشوط الاول تحديدا ان هو كان ممكن يسجل منها اهداف، كره حسين الشحات والكره بتاعه تصويبه امام عاشور. من الفجر نروح للنهار. النهار بتقول ان التعادل كان بطعم الخساره، وقالوا ان النهارده برغم ان شباب الوزداد كان له اكتر من فرصه محققه الا ان تالق مصطفى الشوبير جعل المباراه تخرج بالتعادل السلبي، وهو اللي خلف شباب الوزداد يرجع او يثبت عند المركز الثاني، والنادي الاهلي يخطف نقطه ويرفع رصيده الى 6 نقاط في صداره المجموعه. من الجزائر نروح لتونس. موقع اذاعه موازيك بتقول الاهلي يتعادل سلبيا مع شباب الوزداد ويحافظ على الصداره، ودي الهدف اللي حققه النادي الاهلي، وقالوا كمان ان المباراه كانت سجال بين الفرقتين، ورغم ان كان شباب الوزداد بيلعب على ملعبه وسط جمهوره الا ان النادي الاهلي فرض سيطرته وخرج بهدفه من المباراه. من تونس نطلع على موقع افريكا فوت يونايتد بيقول ان الفرقه المباراه النهارده خلصت بدون فائز او خاسر. الفرقتين لعبوا النهارده نتيجه بالنسبه لهم الاهلي تصدر المجموعه، وشباب الوزداد خطف نقطه بالظبط، تقدم نقطتين، تقدم في المباراه وعنده ماتش ميانج افريكانز في الجوله اللي جايه. من موقع سكاي نيوز عربيه اتكلم ان النادي الاهلي عاد بنقطه ثمينه من الجزائر، ودي برضو المواقع اللي هي الاماراتيه او المواقع المحايده بتتكلم بشكل ايجابي على النادي الاهلي النهارده، وقالت ان النادي الاهلي حافظ على صدارة المجموعه بتعادله السلبي ووصوله الى النقطه 6 في المجموعه الرابعه. موقع برضو جريده العين الاخباريه الاماراتيه بتقول بعد قمه بلا فائز مجموعه الاهلي وشباب الوزداد على صفيح ساخن، هم قالوا ان الجوله اللي جايه هتبقى ملتهبه بالنسبه لحسم بقيه المقاعد في التاهل، وان الجوله القادمه الاهلي هيصعد هيروح لغانا، ويانج افريكانز هيستقبل شباب بالوزداد. يانج افريكانز برضو عنده حظوظه الماتش الجاي، لو كسب هيبعد شويه شباب بالوزداد، على عكس ان شاء الله النادي الاهلي النهارده بالنتيجه اللي حققها هتسهل شويه مهمته في الماتشين اللي جايين. نخلص من المواقع العربيه ونخش في المواقع المصريه. الاهلي يكرس العقده امام شباب الوزداد، ده يلا كوره قال ان شباب الوزداد للمره الثالثه على التوالي او المره الرابعه على التوالي يفشل في تحقيق نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي، خسارتين والنهارده التعادل الثاني في 4 ماتشات. من موقع يلا كوره الدستور بيقول تعادل بطعم الفوز، الاهلي يخطف نقطه ثمينه من شباب الوزداد، وده يا كابتن هتلاقيه كل الصحافه المصريه بتقول ان هو تعادل بطعم الفوز. باب الشو بتقول بعد غياب 50 يوم النادي الاهلي يتعادل مع شباب الوزداد ويحافظ على الصداره في دوري الابطال. من الشو اليوم السابع نفس القصه بيقول يحافظ على القمه في دوري الابطال. الوطن بيتكلم على جزئيه القرار المتوقع من الكاف ضد شباب الوزداد. لاحظت يا كابتن انت بعد قبل نهايه الشوط الثاني كان في شويه شماريخ بالظبط. احد زمايلنا في الوطن تواصل مع حد في لجنه الانضباط في الكاف قال ان في عقوبات منتظره على شباب الوزداد وفقا للائحه اعتقد ان فيها 10,000 دولار. المصري اليوم بيتكلم على كوره بلس بيتكلم ان رضا سليم
دي برضو من الحاجات المميزه كانت النهارده في الماتش عوده رضا سليم بعد 107 يوم. كان اول حاجه اصابه رضا سليم في ماتش حضرتك تفتكر ماتش سان داونز في بدايه دوري الدوري الافريقي، اصابه في الكتف وبعدين عمليه جراحيه. دي يا كابتن كان اخر حاجه معانا. مبروك للنادي الاهلي صداره المجموعه، سجله الوحيد في معظم الفرق لحد دلوقتي، الحمد لله ما فيش اي هزائم، وان شاء الله نستمر على هذا السجل ونحافظ لحد ما نوصل ان شاء الله للقب ال 12 ان شاء الله في افريقيا باذن الله رب. شكرا جزيلا دي. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد في اللقاء المؤجل من الجوله الرابعه لدور المجموعات في بطوله دوري الابطال الافريقي، والتي انتهت بالتعادل السلبي وانفراد النادي الاهلي بصداره المجموعه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه، وبشكر في النهايه نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن ماهر همام. شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن. شكرا كابتن عادل عبد الرحمن شرفتني. شكرا كابتن ايمن. كابتن محمد حشيش أيمون. شكرا يا كابتن. شكرا شرفتني. شكرا كابتن احمد بلال شرفتني يا كابتن. من خليك ابو كبات. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.